بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة عايز أبدأ مع حضراتكم النهاردة كالعادة، الحقيقة زي ما بنتكلم معاكم دايما وزي ما بنتكلم مع كل جمهور النادي الأهلي وكل الجمهور المصري اللي بيتفرج علينا، الحقيقة خلال الفترة السابقة حدثت إشاعات كثيرة جدا 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 تخص النادي الأهلي وتخص مستر موسيماني تحديدا. لما جينا نتكلم مع حضراتكم اتكلمنا بمنتهى الصراحة والوضوح أن كل ما قيل أو كل ما يقال عن مستر موسيماني هو ضرب من الخيال، كل واحد عايز يطلع يقول حاجة وكل واحد عايز يطلع يزود المشاهدات عنده أو كل واحد عايز يطلع يكتر اللايكات عنده أو يكتر القلوب عنده، فبيطلع يتكلم عن موسيماني وبيطلع يتكلم عن أن موسيماني كان رايح فريق مش عارف إيه في الإمارات وفريق الوحدة تحديدا في الإمارات وفريق كذا وفريق كذا، وأن موسيماني هيمشي وأن موسيماني، على الرغم من أن الجميع مفيش تصريح رسمي من النادي الأهلي رايح في هذه المنطقة أو رايح في هذه السكة. خليني أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الوضوح، ناس كلها أو إدارة كرة القدم خلال الفترة السابقة أعلنت دعمها الكامل الحقيقه لمستر بيتسو موسيماني، وهو الراجل نفسه طلع وقال ان انا عندي بعض الاخطاء اللي هحاول اصلحها خلال الفتره اللي جايه، وان انا كنت محتاج ال 20 او ال 25 يوم دول ان انا هيبقى عندي بعض التوقيتات او توقيت ان انا اقدر اكلم فيه او مع اللاعبين من الناحيه النظريه ومن الناحيه العمليه جوه الملعب. وقلت لحضراتكم الكلام ده خلال الاسبوعين اللي فاتوا، يا جماعه من فضل حضراتكم ما تسمعوش لكل من هو يريد ان يشتهر على حساب النادي الأهلي، من حق كل واحد ان هو يجتهد ومن حق كل واحد ان هو يتكلم بما يراه مناسبا ويتكلم بمصادره، ان هو يقول ان انا فلان الفلاني قال لي ان في كذا كذا كذا. ولكن رئيس مجلس إدارة كرة القدم في شركة كرة القدم في نادي الوحدة الحقيقة الإماراتي اتكلم على انه لم يحدث اي تواصل مع بيتسو موسيماني ولا من قريب ولا من بعيد، وأن العلاقة ما بين الناديين الكبيرين نادي الوحدة في الإمارات والنادي الأهلي هي علاقة جيدة جدا وعلاقة محترمة جدا، وبالتالي الكلام في هذا الأمر هو كلام مضحك. هو قال كده، قال إن هذا الكلام إن موسيماني يكون المدير الفني لأنه بياخد راتب مثلا 10 جنيه وإحنا هنديله 12 ولا 13، فهذا الكلام هو كلام مضحك. فالحقيقة أنا دايماً لما باجي أتكلم مع حضراتكم حتى لو في حاجة هتلاقوني مش هقدر أقولها يعني على الهوى، بتلاقوني بلمح ليها، بلمح إن في ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا ممكن يحصل كذا، ولكن دائماً مش عارف أقولها مش عشان حاجة، ولكن مش عارف أقولها نظراً لإن إحنا بنشتغل في سياسة عامة، لكن دايماً الجمهور من حقه إن هو يعرف كل حاجة، وإحنا بنحاول دايماً نقول أو نتكلم عن أي شيء حتى لو صعب إن إحنا نتكلم فيه بنلمح عنه، بنقول ان في كذا وفي كذا وفي كذا. وبالتالي كل مصادرنا وكل اخبارنا كانت جايه ان بيتسو موسيماني مكمل في النادي الاهلي، وبيتسو موسيماني يحظى بثقه اداره كره القدم في النادي الاهلي، وبالتالي الامور ماشيه في هذا الاتجاه. هو كان محتاج توقيت معين ان هو يغير في بعض الامور داخل الملعب، سواء في التمرين سواء في المباريات، وده بيحصل خلال هذه الايام. لكل اللي بيتابع تمرين النادي الأهلي هيعرف ان في تغيرات كثيره بتحصل حتى في نوعيه التمرين، وهذا هو المطلوب الحقيقه دائما، ان اللعيب بيزهق من شكل او نوعيه تمرين واحده، ولكن لازم تغير اللعيب. ممكن يكون الهدف واحد، ان انا اعمل ضغط في حته صغيره، ممكن العب واحد على واحد اثنين على اثنين، ليها طرق كثيره وليها امور كثيره جدا نقدر نتكلم فيها. فاللي متابع لقناه الأهلي واللي متابع لتمرين الأهلي من خلال قناه الأهلي يعرف دائما ان هناك شكل مختلف عن الفترة السابقة، لأن الفترة السابقة أنت كل يومين ثلاثة مباراة، وبالتالي ما كانش عندك وقت إن أنت تعمل حاجة، ولكن النهاردة الموضوع مختلف، عندك وقتك، عندك تقدر تعمل التمارين اللي أنت عايزها التخصصية اللي أنت عايزها، سواء من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال أو من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، تقدر تعمل اللي أنت عايزه كله من خلال الوقت، لو حتى 20 يوم يعني، مفيش أي مشكلة في هذا الأمر. وبالتالي كل اللي بنقوله لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت واحدة واحدة بيتم إثباته، بيتم إثباته وبمصادر رسمية بتطلع تنفي ما قيل عن أن هناك تفاوض مع بيتسو موسيماني من النادي الفلاني أو هنا أو هنا، بتلاقي النادي بيطلع بينفي هذا الكلام. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم دايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وكل البرامج من 10 الصبح لغاية برنامج البيت الكبير بالليل، كل البرامج دائما بتتكلم في هذا الإطار،
احنا طبعا هذه القناة هي قناة النادي الأهلي، وبالتالي بنمشي في سياسة النادي الأهلي، ولكن الجمهور له حق، والجمهور يجب أن يعلم كل شيء. عشان كده دايما بنوري حضراتكم وبنقول لحضراتكم حتى لو بالتلميح. فعشان كده كل ما قيل الفترة السابقة هو كلام عاري تماما من الصحة. مش أنا اللي بقول هذا الكلام، ولكن كل اللي أمام حضراتكم وكل التصريحات اللي بتيجي من مصادرها الرسمية هي تصريحات رسمية، وبالتالي يعتمد عليها. الفترة اللي جاية إيه؟ الفترة اللي جاية محتاجين إن احنا نساند الفريق بكل الأشكال، ونساند كل اللاعبين خلال الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة فترة صعبة جدا ومهمة جدا. هي فترة هادية، ولكنها هي فترة صعبة جدا، علشان العشرين أو الخمسة وعشرين يوم اللعيبة بتتعلم فيها أو بتعرف فيها طرق أخرى عايز يلعب بيها بيتسو موسيماني خلال الفترة اللي جاية. وده هيكون من خلال إيه؟ من خلال التمرين، من خلال أرض الملعب، مش بالكلام. كل واحد يطلع يقول أصل ده بيتسو كذا، وبيتسو هيمشي، وبيتسو هيجري، وبيتسو هيعمل. لا، هناك بعض الأخطاء بيتم التعامل معها خلال هذه الفترة، وده كلام معلومات وليس كلمتين كده بنقولهم وخلاص، ولكنها معلومات أن هناك بعض الأخطاء هو نفسه موسيماني يعترف بهذا الكلام وبيتعامل معها خلال الفترة القادمة. واحدة واحدة كده بتلاقي الموضوع ماشي بالشناوي. قبله شوية كان موسيماني، بعد كده هتلاقي علي معلول، ان شاء الله ربنا يسهل ونتكلم معاكم في موضوع علي معلول ده خلال الايام القليله القادمه. وبعد كده شويه يقول لك بدر بانون ماشي، وقبلها برضو بشويه يقول لك اصل عمار اتخانق وعمار ما اتخانقش، فعمار يطلع ينفي هذا الكلام. وبعد كده يطلع يقول لك اصل سيد عبد الحفيظ مش عارف عامل مشاكل مع مين ومسكوا في بعض، وطبعا الاثنين يطلعوا ينفوا، واحمد عبد القادر قبل كده، وهكذا هكذا. يعني دايما كل يوم بيحصل حاجة، وكل يوم بيتقال حاجة، وإحنا دايما بنقول لحضراتكم الحقيقة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي في كل برامجها، كأن كل يوم مفيش حاجة غير النادي الأهلي. كل يوم نطلع أقول لهم يا جماعة النهاردة حصل 1 2 3، نقعد مع بعض يقول لك يا كابتن ما حصل 1 2 3 4. كل الكلام ده بنكلم المصادر وبنكلم الناس نفسها عشان نعرف الكلام ده حصل ولا ما حصلش. ما بيحصلش. إنما لو تبص على بقية الأندية خارج النادي الأهلي، الناس بقيه الانديه كلها مستقره بسم الله ما شاء الله. يعني هو النادي بس الاهلي اللي عنده مشاكل دايما، وهي مشاكل غير صحيحه، بتطلع في النهايه مشاكل غير صحيحه. لكن كل الانديه 17 نادي اللي باقيين ما فيهاش ازمه، ما عندهمش ازمه مستحقات، ولا عندهم ازمات قيد، ولا عندهم تمرد لاعبين، ولا عندهم مش ولا مدير فني عايز يمشي، ولا اي حاجه خالص. هو النادي الاهلي بس يا عيني اللي عنده. هو طبعا ده على اعتبار كل من بعد من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلم دائما في هذا الاطار، ان النادي الاهلي بس كل يوم تحصل عندنا قصه، كل يوم يحصل قصه، كل يوم يحصل قصه. سبحان الله سبحان الله، النادي الاهلي لا يطلب نفي او يطلب، لا، كل واحد بيطلع ينفي لوحده، كل واحد بيطلع ينفي لوحده. في موضوع موسيماني طلع الراجل نفى لوحده، في موضوع عمار حمدي طلع عمار عمل لوحده وقال يا جماعه ده النادي الاهلي ده فضله عليا، ولو حتى هقعد احتياطي طول السنه ما عنديش مشكله، او بره الفرقه ما عنديش مشكله. قبلها الشناوي وعقد الشناوي، وقبلها كذا وقبلها كذا وقبلها كذا. كان زي ما بقول لحضراتكم كده، في اعين بعض من لا يشجع النادي الاهلي، هو النادي الاهلي بس اللي عنده مشاكل. 17 نادي ما عندهمش مشاكل، على الرغم من العكس هو الصحيح. الحمد لله طبعا طبعا في مشاكل، وطبعا في امور داخليه بتحصل في الفريق، ولكن ده طبيعي. احنا مشاكلنا بتتحل جوه الفريق، عندنا مدير كره قادر ان هو يسيطر على الامور بشكل او باخر، عندنا مدير فني بيعرف يسيطر على الامور من الناحيه الفنيه، عندنا فوق كل ده اداره كره قدم بتعرف تشتغل ازاي، بتعرف امتى تخصم وامتى ما تخصمش، تعرف امتى تتكلم وامتى ما تتكلمش، تعرف امتى تعمل حفله وامتى ما تعملش. كل ده موجود، ولكن كله زي ما حضراتكم شايفين كله بيتحل داخليا. لكن زي ما قلت لحضراتكم الفتره اللي فاتت دي كلها مفيش حاجه، كان ال 17 نادي اللي موجودين مفيش حد بيتكلم غير على النادي الاهلي بس. وخدوا بال حضراتكم، عشان حضراتكم او بعض من لا يشجع الاهلي يستريح شويه، دايما لما يبقى النادي الاهلي عنده مشكله مش هتعرفها، محدش هيعرفها. ليه؟ لان زي ما قلت لحضراتكم المشاكل بتحل بشكل داخلي، عندنا مدير كره بيقدر يتكلم، عندنا مدير فني بيقدر يشتغل، عندنا اداره لكره القدم بتقدر او شايفه الامور من فوق كل ده علشان تقدر تسيطر على وضع الفريق الداخلي بس. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. فمش كل شويه حد يطلع لنا بقصه ونطلع نقول لحضراتكم يا شباب يا جماعه يا جماهير النادي الاهلي ده الكلام ده مش صحيح والكلام ده مش حقيقي،
حضراتكم تقولوا عشان احنا بس في قناة الاهلي وبتطبلوا وبتقولوا لا، لكن والحمد لله بتتضح ان هذه هي الحقيقة، ومش مش احنا اللي بنقول، ولكن كل المصادر او كل اللي اتكلمتوا عنهم خلال الفترة اللي فاتت طلعوا وكذبوا كل هذه الامور. فعشان كده خلينا دايما مركزين مع فريقنا، خلينا نشوف الفترة اللي جاية فيها ايه، خلينا نشوف التغيرات اللي بتحصل داخل الملعب من خلال التمارين اللي بيعملها بيتسو موسيماني، وده بيبان لحضراتكم من خلال التمرين اللي بيجي من على شاشة قناة او على شاشة قناة النادي الاهلي. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين المساندة الدعم خلال الفترة دي، لان ده الطبيعي. خلينا نروح من جزء النادي الاهلي نروح لمنتخبنا الوطني، وتحديدا انا هتكلم عن محمد مجدي قفشه، او استبعاد محمد مجدي قفشه واستبعاد محمد شريف. الحقيقه انا مش عايز اتكلم في كل اللي فات، لانه بقى لنا 3 ايام كل البرامج الرياضيه بتتكلم في هذا الامر، ولكن انا سؤالي هل من الممكن ان يتم استبعاد هداف الدوري لمجرد ان انه وحش في مباراتين؟ ده سؤال فني جدا. انا كمدير فني، وكل الدعم بالمناسبة لكارلوس كيروش، ده سؤال لكل الجهاز الفني في المنتخب الوطني، لمجرد ان في لعيب حضرتك شفته بعينيك ان هو في مباراة امبي والنادي الاهلي من وجهة نظرك ان هو كان وحش، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، تمام ما عنديش مشكلة، ممكن جدا ان اللعيبة تبقى وحشة، ولكن في المباراة التانية مباراة ليبيريا الودية حضرتك شايفه وحش برضو محمد مجدي قفشة وشريف، هل على افتراض ان هم كانوا وحشين، او انا مع حضرتك ان هم كانوا وحشين في الماتشين دول، ولكن هو سؤال شرعي وقانوني وبمنتهى الاحترام، هل لمجرد ان هداف الدوري العام هذا الموسم وافضل لاعب في مصر هذا الموسم وحشين او مستواهم قل شويه في مباراه او مباراتين حضرتك شفتهم يتم استبعادهم؟ طيب اما ايه بقى المباريات اللي حضرتك اتفرجت عليها قبل كده مسجله؟ ده سؤال فني بحت، ما فيهوش اي تفكير. اللي اتقال خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، وانا تابعت الحقيقه كل ردود الافعال، واللي زعلان واللي متضايق واللي كذا واللي كذا، لان خلي بالكم اهلاويه وزملكاويه واسماعيلاويه واتحادويه كل الناس زعلانه. ليه؟ لان انت بتتكلم عن منتخب مصر، ما بتتكلمش عن نادي واحد، انت بتتكلم عن منتخب مصر مهما كان الاثنين لعيبه دول. طيب هو مصطفى محمد خلال الفتره اللي فاتت كان بيلعب؟ هو احمد حسن كوكا كان الفتره اللي فاتت بيلعب في الانديه في بره؟ ده هو مصطفى النهارده بالعكس، ده فتح تريم كان بيهاجم مصطفى محمد. انا بتكلم برضو بعيدا عن اهلي وزمالك، انا بتكلم عن رؤوس الحربه اللي تم اختيارهم لمنتخبنا الوطني. هو عبد الله السعيد كان بيلعب الفتره اللي فاتت في بيراميدز؟ هل عبد الله السعيد مستواه؟ على فكره عبد الله من اللعيبه الجامده جدا جدا جدا، ومحدش يقدر يختلف في هذا الامر، ولكن انا بتكلم فنيا على اعتبار الماتشين اللي حضرتك اتفرجت عليهم. هل عبد الله السعيد امام سموحه كان يستحق التواجد ومحمد مجدي قفشه ما كانش يستحق التواجد؟ هل عبد الله السعيد في مباراه ليبيريا كان كويس ومحمد مجدي قفشه ما كانش كويس؟ انا شفت الماتش ده وشفت مباراه يعني عادي جدا، فلا يمكن ولا يمكن الحكم برضو على عبد الله السعيد بنفس الاتجاه وبنفس النظريه، ان يعني حضرتك بتحكم على مجدي قفشه وعلى محمد شريف ان هم وحشين عشان اتفرجت عليهم ماتشين؟ ده واحد هداف الدوري، واحد افضل لاعب في الدوري هذا الموسم، وافضل واحد بيعمل اسيستات او بيعمل اهداف للمهاجمين. ده الكاف لسه كان بيحتفل، مش انا، مش قناه الاهلي، الكاف كان بيحتفل بالاسيست بتاع قفيه بتاع قفشه والاهداف بتاعت محمد شريف. هل انا زعلان؟ انا زعلان على المنتخب عدم وجود قفشه حتى لو مش هتلاعبهم، لكن عدم وجود قفشه وعدم وجود محمد شريف اعتقد ان ده شيء غير جيد للمنتخب. بلاش بالاسماء، عدم وجود هداف الدوري العام المصري في المنتخب وعدم وجود افضل لاعب في مصر خلال السنه اللي فاتت، بلاش اقول السنتين اللي فاتوا، خلال السنه اللي فاتت، عدم وجودهم في المنتخب مهما كانوا اسمائهم ومهما كان النادي اللي بيلعبوا ليه، اعتقد ان ده مضر بشكل او باخر المنتخب، ودي وجهه نظر يعني خلينا نبص عليها ونشوفها. فده مهم جدا جدا ان احنا نبقى منتخبنا له كل الدعم، والفتره القادمه هنفضل واقفين في ظهر منتخبنا، ولكن هو السؤال ده اللي حيرني الحقيقه وحطيت عليه 30 علامه استفهام. الجهاز الفني كله قال ان خلاص مستر كارلوس كيروش اختاره واحنا في ظهره، وبالمناسبه احنا في ظهر كارلوس كيروش وما عندناش اي مشكله، احنا هنفضل في ظهر، لان احنا بنتكلم عن اسم مصر، ما بنتكلمش عن اسم مدرب، احنا بنتكلم عن اسم مصر. ولا اتنين لعيبه ياثروا في ان احنا نشجع بلدنا ونقف في ظهر بلدنا، ده الطبيعي.
في نفس الوقت الحقيقة محمد مجدي قفشة وشريف أفضل لاعب وأفضل هداف، هتخسرهم حتى لو هتقعدهم احتياطي ينزلوا لك ربع ساعة ينزلوا لك تلت ساعة. وبالمناسبة أنا مش زعلان، مش زعلان على الجانب الآخر بقى، لما أجي أبص لها شوية بدنيا هم مرهقين جدا بدنيا ومحتاجين إن هم يريحوا، محتاجين تركيزهم ودماغهم إن هي تريح، ولكن أنا بتكلم على أن الأفضل للمنتخب الوطني حتى لو حضرتك كنت هتاخدهم تقعدهم احتياطي أو تستعين بيهم في فترة في فقرة معينة أو في فترة معينة أثناء المباراة، ده كان هيبقى شيء كويس جدا. ولكن أنت استبعدهم خالص، أنا كأهلاوي بقى مش زعلان، بالعكس اللعيبة نفسها تريح، تصفي تركيزها شوية، تصفي دماغها شوية، تبتدي تاخد مع اللاعبين، لأن هما اتنين من اللاعبين الأعمدة الرئيسية مع النادي الأهلي، ويفضلوا يكملوا أو يكملوا خلال الفترة اللي جاية الشغل بتاعهم من خلال الملعب مع بيتسو موسيماني يعتمد عليهم. هو كان طبعا مش حاططهم في حسبانه ان هم يكونوا موجودين معاه، فما بالك بقى ان يكون معاه محمد مجدي قفشه ومحمد شريف مره تانية، فبالتالي هتلاقي التمرينه اكثر تركيزا واكثر قوه، لانه وجود محمد مجدي قفشه ومحمد شريف هيفرق حتى مع اللاعبين اللي حواليهم، اللاعبين الصغيرين اللي بيتعلموا منهم في النادي الاهلي. فانا الحقيقه يعني زعلان على المنتخب ومش زعلان على الاثنين لعيبه، لان الاثنين لعيبه يستحقوا ان هم ياخدوا فترة نقاهة شوية من المباريات المتتالية، بقالهم سنة وسنة وشوية مباريات كل ثلاث أيام سواء مع النادي أو مع المنتخب، وعليهم تركيز كبير جدا جدا جدا. ولكن على الجانب الآخر حبي لبلدي وحبي لمنتخب مصر يخليني حريص إن هم يكونوا موجودين في المنتخب، وزي ما قلت لحضراتكم حتى لو بجزء بفترة من الفترات اللي موجودة مع في مباراتي ليبيا القادمتين. وبعدين لما لقى الدنيا كلها بتسأل السؤال، أصل ده سؤال عجيب جدا بالنسبة لي، هو سؤال عجيب، أفضل لاعب في مصر وهداف الدوري مش موجودين في المنتخب، بالنسبة لي ده شيء عجيب. لكن أوكي فنيا أنت حر، قلت أن طلعوا بعض التصريحات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، طلع بعض التصريحات في هذا الإطار واتكلم على أنه أن شريف ومجدي قفشة تعبانين بدنيا. خلاص أوكي ماشي تمام، فيش أي مشكلة، نتمنى إن الفترة القادمة يكونوا متواجدين، لأنه أفضل لاعب في مصر وأفضل هداف في مصر من وجهة نظري لازم يكونوا دايماً موجودين في منتخبنا الوطني. فأتمنى إن احنا نقفل هذا الموضوع، وخلال الفترة اللي جاية هنبقى كلنا في ظهر منتخبنا، كلنا في ظهر كارلوس كيروش، كلنا في ظهر كابتن وائل جمعة، كلنا في ظهر المجموعة اللي موجودة، لأن أنت بتتكلم عن اسم مصر، والمباراتين القادمتين لا تحتاج إن أنت تريح حد بالمناسبة، يعني ما تحتاجش ان انت تريح حد، ولكن هي وجهات نظر. وفي النهايه انا دايما بقول ان كل وجهات النظر للمديرين الفنيين المختلفين في العالم كله هي وجهات نظر صحيحه، ما حدش عنده وجهه نظر، لان ما حدش عايز يخسر، ما فيش مدير فني عايز يخسر مباراه، خصوصا لما تبقى اول مباراه ليه، وخصوصا بعد اللي احنا شفناه في مباراه ليبيريا الوديه، وده مقبول على فكره ان هي تبقى زي اشبه بشكل اختبارات اكتر من شيء اخر. فخلينا ننتظر ما هو قادم، كل الدعم وكل المساندة للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، حتى في موضوع شارة الكابتن، الموضوع ده خد كبير. أنا شخصيا ضد أن يكون لاعب قديم متواجد وما ياخدش شارة الكابتن في المنتخب الوطني، دي وجهة نظري، لأنه في النهاية لما تلعب 20 سنة مع المنتخب الوطني من حقك أن أنت تحط شارة مصر على إيدك، ده من حقك فنيا ونفسيا وأدبيا وكل حاجة. لكن على الجانب الآخر هو قرار للمدير الفني، ما عندناش أي مشكلة فيه، هو حر خد قراره. طالما أنا وجهة نظري بقى في الموضوع ده إن احنا نجيب أحمد فتحي تم ضمه للمنتخب، تعالى يا أحمد هل أنت موافق على محمد صلاح إن هو يكون كابتن منتخب مصر؟ أحمد بنسبة 90-95% ممكن جدا يوافق، وده اللي انا عرفته ان هو وافق، وحسب تصريحات كابتن وائل جمعه ان هو وافق، فبالتالي خلاص مفيش اي مشكله. بما ان كابتن المنتخب الوطني كابتن احمد فتحي اللي بقاله 20 سنه بيلعب في المنتخب وحط شاره الكابتن او يستحق ان هو يكون كابتن منتخب مصر موافق على هذا الامر، مفيش مشكله. لان محمد صلاح الحقيقه حاجه، يعني محمد صلاح ده في حته تانية، يعني الناس بتيجي تسال الواحد تقول قيم محمد صلاح،
يا جماعه ما فيش حد يقدر يقيم محمد صلاح بهذا المستوى واللي بيعمله محمد صلاح. تقدر تقيمه من الناحيه الفنيه ان هو بيرقص في 2 متر. النهارده اللي شايف مباراه ليفربول ومانشستر سيتي يعرف ان كره القدم مختلفه في الدوري الانجليزي عن العالم كله، مش عن مصر بس، عن العالم كله. النهارده انا ما بقيمش لصلاح، ما ينفعش ان انا اقيم صلاح، لكن انا بفرح لمحمد صلاح كمصري. انا كمصري لما ببقى قاعد كده النهارده لما محمد جه جاب الجون كلنا قمنا، اللي قاعدين كلنا قاعدين بنتفرج قمنا وقعدنا نسقف واتبسطنا جدا، لانه هدف رائع جدا، رشاقه ومرونه وسرعه وقوه وكل حاجه في 3 4 متر، ولعبها في الاخر بيمينه احرز هدف. كان التقدم 2-1 لليفربول في وقت كان ليفربول مضغوط جدا الشوط الاولاني. فخلينا نفرح بمحمد صلاح وخلينا نبقى فخورين بهذا الرياضي الكبير جدا. النهارده بالمناسبه ليبرون جونز اللي بيلعب او اللي بيحب كره السله، ليبرون جيمس انا اسف، وهو يعني ليبرون جيمس واحد من افضل واهم لاعبي كره السله في العالم ان لم يكن الافضل، كتب او على مر التاريخ يعني كتب النهارده ان محمد صلاح ده واحد من افضل لاعبي كره القدم في العالم، وحط علم مصر، حط علم مصر. دي دعايه ببلاش لبلدنا لمجرد ان محمد صلاح دعايه على مستوى عالمي ودولي. شوفوا قد ايه كميه اللايكس اللي اتحطت لجيمس. فالحقيقه فخر كبير جدا جدا اللي بيعمله محمد صلاح. 103 هدف، فاضل له هدف ويعدي او يصل الى رقم افضل افريقي في الدوري الانجليزي ديد ركبة خلال الفتره اللي فاتت. بعد كده اعتقد ان هو هيعدي ناس كتيره خلال الفتره اللي جايه، لان محمد صلاح يستحق الحقيقه ان هو على طول بسطنا. انت حضرتك بتتكلم على لعيب عنده 29 سنه فاضل له سنتين او 3 سنين لسه هيلعب تاني على هذا المستوى العالي، وهيكمل السنتين والثلاثه اللي جايين مع ليفربول لو كمل مع ليفربول يعني. فبالتالي لا، خلينا نبقى مبسوطين، خلينا نبقى فرحانين بهذا فخر مصر وفخر العرب. الحقيقه الناس كلها بتتغنى بمحمد صلاح. شوفوا الصحف كتبت ايه بعد نهايه المباراه، وشوفوا الكلام اللي بيتكتب عن محمد صلاح، حاجه رائعه جدا وحاجه محترمه جدا تخليك كمصري يعني تبقى سعيد ومبسوط بمحمد صلاح وباللي بيعمله محمد صلاح. هل يستحق ان هو يكون منتخب مصر؟ الحقيقه قائد منتخب مصر يعني، الحقيقه انا بشوف ان القياده ليست في الشاره. القياده ليست في الشاره، مجرد وجود محمد صلاح في معسكر المنتخب هو قياده يعني، من غير ما نتكلم في اي شيء ومن غير ما تقول ان هو كابتن منتخب مصر، هو بالفعل هو كابتن منتخب مصر. يعني كانت بتحصل على كل المستويات ان بتشوف لعيبه اقدم من لعيبه تانية وبتبقى موجوده، ولكن الكباتن بتبقى موجوده في اجيال سابقه. الحقيقه مش عايز اتكلم عن اسماء. فمحمد صلاح هو القائد الحقيقي لمنتخبنا الوطني، وهو الملهم لكل هؤلاء اللاعبين، وده ما فيهوش اي كلام. فبما ان احمد فتحي يا جماعه من فضل حضراتكم خلينا نقفل بقى المواضيع دي كلها علشان نبتدي نفكر في اللي جاي، نبتدي نفكر في مباراه ليبيا اللي جايه. مباراه ليبيا اللي جايه المباراتين ان شاء الله يجب ان يفوز منتخبنا الوطني على ليبيا في المباراتين القادمتين علشان يستطيع ان احنا نكمل في تصفيات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه، لان لسه المشوار طويل. عندنا المباراتين بتوع ليبيا، وبعد كده مره تانية الجابون، ومره تانية انجولا. ف بعد كده لو طلعنا اول نلعب ماتش فاصل، فلسه المباريات كثيره جدا. فخلينا نركز في الخطوه القادمه وهي مباراه ليبيا، وننسى ما كل ما هو فات. خلاص قائد منتخبنا الوطني الفتره اللي جايه هو محمد صلاح برضا الكابتن الحقيقي احمد فتحي، وده الكابتن بالاقدميه يعني. وبالتالي خلاص الموضوع ده انتهى، خلينا نقفله. موضوع محمد شريف وقفشه برضه مش عايزين نقفله، وقبلها من قبل برضه احمد فتحي كان عمرو السوليه، وعمرو السوليه طلع في المؤتمر الصحفي واتكلم عن هذا الامر وقفل الموضوع. وبالتالي خلينا بقى نشوف منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. لكن دايما احنا بنحب يبقى الجمهور معانا، نعرف راي الجمهور فيما حدث خلال الفتره السابقه. هل عشان بس الناس تبقى فاهمه ان ما ينفعش يتم استبعاد افضل لاعب في الدوري وافضل هداف في الدوري، بتبقى بالنسبه لاي حد في العالم حاجه غريبه جدا. خلينا نطلع نشوف تقرير عن راي جمهور النادي الاهلي او راي جمهور مصر في استبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف، وبعد كده هنقفل الموضوع ده ونرجع بقى نتكلم مع حضراتكم مره تانية في بقيه المواضيع. وعندنا سؤال هنحطه لحضراتكم لما نرجع،
ايه رايكم في استبعاد محمد مجدي قفشه ومحمد شريف؟ وهقرا لحضراتكم في اخر الفقره كل اراء حضراتكم بعد ما نطلع نشوف هذا التقرير. انا شايف ان اختيار القائمه تم بسرعه يعني شديده، وان المدير الفني الاجنبي لسه ما يعرفش لعيبه المنتخب كويس، وعمليه استبعاد محمد شريف وقفشه طبعا دي حاجه سلبيه طبعا هتاثر على قوام الفريق. وانا شايف ان الاثنين دول طبعا محمد شريف هداف مصر الاول والنادي الاهلي، فعمليه استبعاده طبعا كانت غريبه جدا، وقفشه طبعا لاعب محترم جدا وما شاء الله الكل بيشيد بكفاءته، فبرضه استبعاده طبعا ده برضه كان محل يعني علامه بيدي علامه استفهام كبيره. اختيار المدرب هو عارف كل لاعب بيعمل ايه بالظبط، كويس كده؟ اذا كان على شريف وقفشه هم اصلا مجهودين عليهم اجهاد زياده، وكان واضح في مباراه الاهلي. احنا بنتمنى ان هم يكسبوا باي حد، بس يعني كل حاجه ليها سبب، انت هتكسب ازاي وانت واخد ناس يعني ما تقدرش تعمل 200 متر في الساعة ونص، وفي ناس ممكن تعمل 9 و10 كيلو في الساعة ونص، فازاي هتكسب بايه؟ بمين؟ والله يعني حاجة ما كانتش لا على البال ولا على الخاطر، ولا حد ابدا اتوقع ان هو يعمل، لحتى ما خلهمش يستعين بيهم كاحتياطي حتى. والقائمة عليها تحفظات طبعا، بس انا رأيي اي حاجة تخص المنتخب بنتكلم بعد الماتش، وندي المدرب فرصة تاني. طبعا نتمنى يكون في ناس احسن من كده موجوده، بس اللي يمثل مصر كلنا معايا يعني. مشيت قفشه ومشيت محمد شريف، ايه انت بتاخد مصطفى محمد دي؟ احنا بقول ربنا يعني يستر ونغلب الماتشين، اللي انا اقوله ده الكلام ده، لكن هو عاوز تعديل تاني ويفكر من جديد تاني وقيم اللعيبه زي ما انت قيمت محمد شريف وقفشه، قيم اللعيبه الثانيه. طبعا بنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب، ماتشين صعبين وحجر زاويه زي ما نقول ان شاء الله في وصولنا لكاس العالم. بس طبعا كاهلاوي طبعا يعني في مش عارف بقى دي توازنات ولا ايه، بس طبعا استبعاد شريف واستبعاد قفشه وبرده احمد ياسر ريان ثلاثه علامه استفهام كبيره، في انضمام لعيبه ثانيه المفروض ما كانتش تنضم في المرحله دي على خلفية آخر ماتش، ما يعني الموضوع ما أعتقد أنه كان محتاج ناحية تأديبية أو إجراء يعني أعنف من كده، إنما في الآخر نتمنى التوفيق للمنتخب. وطبعا ما أعرفش استبعاد يعني أحسن صانع ألعاب في أفريقيا وهداف أفريقيا والدوري علامة استفهام كبيرة، ما إحنا كجمهور أهلي مش فاهمينها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، طبعا كل الاراء تحترم، وزي ما قلت لحضراتكم هنقفل بقى هذا الموضوع ونتكلم عن ايه راي حضراتكم، وده سؤالنا النهارده من خلال الصفحه الرسميه على قناه النادي الاهلي، ايه راي حضراتكم في اختيار قائمه المنتخب لمباراتي عفوا في مباراتي ليبيا؟ اي حاجه حضراتكم عايزين تقولوها بعتوها لنا في تعليقاتكم على شارك برايك في اختيارات قائمه المنتخب لمباراتي ليبيا، وهقرا كل التعليقات بتاعت حضراتكم او على قد ما اقدر طبعا تعليقات. طيب الحقيقه الموضوع الثاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، وهو ان في تصريح لاحد القنوات التلفزيونيه اتقال ان رابطه الانديه خلال الفتره المقبله بتفكر ان تكون يتم نقل المباريات او بث المباريات المقبلة هيكون بجودة وتقنية عالية، وقال اللواء ثروت سويلم أن هناك بعض الملاعب لا تناسب نقل المباريات بجودة عالية، وأشار أيضا إلى أن مصر المقصة اختار ملعبي الفيوم وبني سويف لمباراتهم القادمة لمبارياتهم في الموسم الجديد، ولكن الرابطة رفضت لتحسين جودة التصوير في الدوري. وتابع أيضا اللواء ثروت سويلم حريصون على نقل المباريات بجودة عالية، لسنا أقل من أي دولة في العالم، لدينا مخرجون ينقلون المباريات بطريقة محترفة لكن الأدوات لا تساعدهم، لم يكن في تفكيرنا مخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتحسين جودة التصوير، ولكننا ركزنا على اختيار الملاعب التي تساعد على تحسين الصورة. كلام محترم الحقيقة من اللواء ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الأندية، ولكن هو كلام صعب شوية. يعني إيه صعب؟ يعني معنى الكلام اللي هو ثروت بيقوله ان لو كان هناك ملعب
خلينا اتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اختار او بيلعب في ملعب الاهلي والسلام في مدينه في اول طريق اسماعيليه في مدينه السلام او في منطقه السلام. طيب على اعتبار ان الرابطه شافت مثلا يعني طبعا هو الملعب مجهز وعلى اعلى مستوى وكل حاجه، شافت ان الملعب ده غير مجهز وما ينفعش يلعب فيه النادي الاهلي، هتعمل ايه حضرتك؟ هتعمل ايه؟ هترفض ان النادي الاهلي يلعب على الملعب ده عشان تصور؟ طيب هو النادي الاهلي عايز يلعب في الملعب ده مثلا، يعني انا بتكلم عشان ما حدش يقول لي انت بتتكلم باسم نادي اخر، انا بتكلم باسم النادي الاهلي او يعني بتكلم بالنادي الاهلي، ان الملعب ده وهو ملعب على اعلى مستوى وملعب كل التقنيات الحديثه موجوده في ملعب الاهلي والسلام، شركه السادات الحقيقه عامله شغل رائع جوه الملعب وحضراتكم شفتوا، ونزلنا مره عملنا تقرير من جوه الملعب ومن اوضه اللبس ومن المدرجات وورينا لحضراتكم كل اللي بيحصل هناك. ولكن على اعتبار ان الرابطه شافت ان كل التجهيزات دي ما تنفعش، طيب النادي الاهلي بيستريح هناك عايز يلعب هناك، ده ملعبه، هيعملوا ايه؟ هتيجي تقول له لا النادي الاهلي مش يعني هتقول للنادي الاهلي او الرابطه هتقول للنادي الاهلي لا مش هتلعب في الملعب ده؟ طيب نادي غزل المحله اخذ كل الموافقات الامنيه واخذ كل الامور الخاصه بان هو يلعب على ملعبه، نادي غزل المحله. طيب نادي غزل المحله خد كل الموافقات في كل شيء، هل حضرتك هترفض ان هو يلعب لو على اعتبار ان الملعب برضو بتاعه مش مجهز مثلا؟ يعني برضو حاجه هتبقى غريبه جدا ان انت ترفض. مصر المقص اختار ملعب بني سويف وملعب الفيوم، حضرتك رفضت، طب وبعدين؟ هو عايز الملعبين دول. طيب الملعبين دول مثلا ب 10 جنيه او ايجارهم ب 10 جنيه لنادي مصر المقاصه، نادي مصر المقاصه دلوقتي عارفين ان هو او نادي هويدي عارفين ان هو دلوقتي عنده مشكله ماديه مش هيقدر يدفع اكتر من 10 جنيه، حضرتك قلت له روح مثلا الدفاع الجوي مثلا. طب الدفاع الجوي بيأجر الملعب ب 20 جنيه، هتدفع له فرق ال 10 ولا هتعمل ايه؟ ولا هتجبره ان هو يدفع ال 20 جنيه الايجار مثلا يعني؟ حضرتك من وجهه نظري يعني حط مواصفات للملاعب وعلى كل نادي ان يختار مواصفات الملعب اللي هيلعب عليه من خلال ومن طبعا من ضمن هذه المواصفات ان هو يكون ملعب مجهز بكذا وبكذا 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 علشان النقل التلفزيوني بجوده عاليه. لكن حضرتك ما ينفعش تحدد خمس ست ملاعب وتقول ان هم دول بس اللي هيتلعب عليهم الدوري. طب افرض الانديه ما وافقتش، طب هتقدر تساعد الانديه اللي مش قادره تدفع فروق الايجار مثلا ولا لا؟ انا على فكره ما اعرفش الموضوع ايه وما اعرفش الايجار ايه ولا اي حاجه، ولكن انا بتكلم بالعقل. حضرتك انا بدفع فلوس للعيبه وبدفع فلوس للمدربين وبدفع 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 وبدفع، فيا دوبك ان انا اجر ملعب علشان على قدي اقدر اشتغل بيه، فهل حضرتك هتدفع لي الفرق ولا هتعمل ايه؟ فالحقيقه هو بالنسبه لي كلام يعني برضه عليه علامه استفهام بالنسبه للواء ثروت ان هو يقول هذا الكلام، لانه كلام من وجهه نظري هو كلام غير منطقي. كلام غير منطقي، لو جيت نادي الاسماعيلي حضرتك رحت استاد الاسماعيليه وحضرتك لغايه اللحظه دي ما حطيتش معايير لسه. رحت الاستاد الاسماعيليه ولقيت استاد الاسماعيليه ما فيهوش المعايير اللي انت حطيتها واللي انت ما اعلنتهاش هتقول الاسماعيلي يلعب فين؟ فحاجة غريبة جدا الحقيقة، أتمنى أن يكون هناك معايير يجب أن تلتزم بها كل الأندية ويجب أن هي تتبعت لكل الأندية قبل بداية الدوري. أنا عارف أن الرابطة لسه ناشئة ولسه بتشتغل والحقيقة كلنا متوسمين فيها خير، ولكن من فضل حضراتكم حطوا لنا المعايير علشان الناس كلها تبقى مستريحة. ومن شروط دوري المحترفين لازم يبقى عندك ملعب ليه معايير معينة، سواء مأجره أو بتمتلكه، سواء مأجره أو بتمتلكه، ودي من شروط الرخصة بالمناسبة، من رخصة الأندية المحترفة. فبالتالي كل الأندية دي المفروض إن هي أندية محترفة، وبالتالي كل الأندية دي عندها ملاعبها اللي بتأجرها، وبالتالي حضرتك هتعمل إيه؟ هتدفع فرق الإيجار مثلا لو الفرق غالي، ولا هتلزم الأندية بأن هي يبقى في معايير معينة واضحة من بداية الموسم أن يجب أن يكون الاستاد به 1 2 3 عدد يتسع أو مدرجات تتسع أو عدد كاميرات 20 كاميرا أو 25 كاميرا زي ما حضرتك عايز تنقل بقى وتقول وتعمل. فنتمنى
ان ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، ونشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. بعدين سؤال، يعني لو رحنا بقى لمنطقه اللوائح، هي لائحه الدوري الجديد وصلت للانديه ولا لسه؟ النهارده كام؟ النهارده 3 2 10 يعني، والساعه 12 هيبقى 3، هيبقى 4 4 10 تمام. بعد الساعه 12 النهارده 4 10 المفروض ان الدوري يوم 25، يعني كمان 21 يوم، ده بناء ما تم الاعلان عليه من الرابط، والقرعه يوم 12. طيب هل في لائحه للدوري راحت للانديه لغايه اللحظه دي قبل ما يجي؟ طبعا اتصلت وسالت، حتى هذه اللحظه مفيش لوائح واضحه وصلت للفتره اللي جايه، ولكن التسريبات كلها بتقول ان شكل الدوري العام سيظل كما هو، 34 اسبوع، والانديه اللي هينزل 3، والدوري هيفوز بيه طبعا الاكثر نقاط، ده مفروغ منه، ويعني قواعد واضحه جدا للجميع. ف نتمنى ان اللوائح دي برضو تتبعت بدري، علشان لو فيها مشكله نقدر نتكلم فيها، زي المشكله بتاعه الرابطه والنقل التلفزيوني ده، ممكن حضرتك تحلها تقول اه هخليك تيجي تلعب في استاد الاهلي والسلام مثلا، بما انه استاد مجهز وعلى اعلى مستوى، اقدر اخليك تيجي وهدفع لك الفرق ما بين ال10 جنيه اللي بتدفعها وال20 جنيه اللي هو ايجار الاستاد مثلا يعني، ويبقى حل من الحلول، وفي الاخر حضرتك بتساهم كرابطه في ان نقل التلفزيوني للدوري العام المصري يختلف عن اللي احنا شايفينه خلال الفترات اللي فاتت. لو كده يبقى انا مع حضرتك 100%، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا نفسي يتم تحقيقه. زي الاستاذ احمد دياب برضو طلع بتصريحات كلم فيها رئيس الرابطه، يعني طلع واتكلم وقال ان الرابطه ما فيش تاجيل للمباريات، وان احنا هنحط جدول للدوري، والجدول ده مش هيتغير مهما كانت الظروف ومهما كانت المبررات، وما كل ده كلام حلو جدا، وكلام اللي هو ثروت ان احنا عايزين نقل تلفزيوني على اعلى مستوى كلام رائع جدا، وكلام الاستاذ احمد دياب حلو قوي، بس هتعمل كده ولا مش هتعمل كده؟ ارض الواقع الموضوع مختلف، ممكن جدا الاتحاد الافريقي ياجل مباراه يوم، هتعمل ايه؟ الاهلي وصل للمباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا ومحتاج ان انت تاجل له ماتش قبل الدوري قبل النهائي، هتعمل ايه؟ هتقول لا؟ هيلعب الكل قبل المباراه النهائيه مثلا بثلاث ايام؟ نادي اخر وصل للدور قبل النهائي ولا وصل للنهائي، هتعمل كده برضو؟ فيا جماعه من فضل حضراتكم التصريحات اللي بتتقال لازم تبقى تصريحات مدروسه، لازم حضراتكم، وبالمناسبه كلهم اللي هو ثروت صديقي واخويا وحبيبي، والاستاذ احمد دياب صديقي واخويا وحبيبي، ما عنديش اي مشكله معاهم، ولكن احنا بنحاول ان نحسن من المنتج اللي احنا بنتكلم عنه. شكل التلفزيون، شكل البث التلفزيوني هيبقى رائع، اتمنى ان يحصل كده، ولكن لما حضرتك تيجي مع تتكلم على الانديه هتصطدم بهذا الواقع، هيقول لك انا مش هقدر ادفع فرق الايجار ده، هتعمل ايه؟ وبالنسبه للجانب الاخر هيقول لك انا مش هقدر، ما تاجليش مباراه، لازم تاجل المباراه، انا عندي مباراه نهائيه وبمثل مصر، هتعمل ايه؟ نتمنى ان ده يحصل، اه نتمنى ان ده يحصل، ولكن يحصل بالعقل وبالمنطق، واعتقد ان ده يجب ان احنا نشوفه خلال الفتره اللي جايه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، ان احنا كل الدعم لهذه الرابطه، يعني سواء لمنتخبنا الوطني كل الدعم للجهاز الفني، سواء للرابطه كل الدعم للرابطه، ولكنها امور يجب ان يتم نقاشها مع الجميع وعلى الهواء مباشره، عشان لو حضرتك سمعت وحسيت ان كلامي صح ممكن تعمل حل للموضوع وتحل انت الموضوع، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص، حضرتك حل الموضوع. فاتمنى ان حضراتكم تكونوا بتسمعوا وتاخدوا مننا هذه الامور و تتواصلوا بيها مع النادي، لأن ده في مصلحة الكرة المصرية، وهو ده اللي احنا عايزينه، أن يكون هناك بث على مستوى، بث للمباريات على مستوى عالي جدا، وأيضا أن تكون مفيش تأجيلات في دوري حضرتك تحطه، ولكن بالمنطق والعقل. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن أخبار البيت الكبير النادي الأهلي بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ابعتوا لنا على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي ايه رايكم في اختيارات كارلوس كيروش لمنتخبنا او الوطني او لقائمه منتخبنا الوطني لمباراتي ليبيا. هاخد 3-4 تعليقات سريعه جدا. محمد التوخي بيقول للاسف صعب فوز منتخبنا لان ما حدش هيعرف يوصل للجون زي قفشه وشريف، في الهداف خارج القائمه لحد دلوقتي، مش فاهم ازاي. عيوش عاشقه الاهلي بتقول اولا
احب اقول كان خبر صادم استبعاد قفشه وشريف، زعلنا طبعا من رايه. مباراه ليبيا صعبه جدا. ثانيا كل التوفيق للاعبي منتخبنا الوطني، نتمنى انهم يركزوا جيدا. محمود بيقول قائمه مميزه جدا، بس في مشكله وهي استبعاد قفشه وشريف هداف الدوري وهداف افريقيا. مصطفى السيد ايضا بيقول اختيار القائمه غريبه، ولكن اتمنى من الله التوفيق لبلدنا مصر وان شاء الله نكون منصورين. هكمل كل التعليقات اللي حضراتكم بتبعتوها وهنكمل مع حضراتكم، ولكن خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي. ابعتوا لنا كل التعليقات اللي حضراتكم عايزين تبعتوها على الصفحه وهناخد كل تعليقات حضراتكم. الاهلي بيستأنف تدريباته استعدادا لمواجهه بطل النيجر في 16 اكتوبر الجاري. النهارده بتستأنف التدريبات زي ما حضراتكم شايفين، و حتى رصة الملعب مختلفة، تحس ان اللعيبة يعني مركزين او كل حاجة، ولكن التعب اللي كان بيبقى باين عليهم هتلاقوه قل شوية. الحاجات دي اللي لعب كرة هيفهمها، او اللي يعني دايما متابع لكرة القدم، وبسم الله ما شاء الله كل جمهور النادي الاهلي متابع لكرة القدم، هيفهم ان اللعيبة تحس ان هي اكثر اريحية من الفترة اللي فاتت، حتى لو بتتمرن كل يوم ولكن الضغط قل شوية، الضغط الذهني كمان قل شوية، وبالتالي الأمور ماشية بشكل جيد جدا جدا جدا. موسيماني بيجتمع زي ما حضراتكم شايفين مع معاونيه، دائما بيجتمع بيتسو موسيماني مع معاونيه لشرح شكل التمرين والدنيا هتبقى ماشية ازاي وهنعمل ايه خلال الفترة القادمة. وبرسيتاو يبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات. بتقولوا ايه يا جماعة؟ برسيتاو بيبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات؟ مش برسيتاو ده اللي كان عنده إصابة مزمنة؟ مش برسيتاو ده اللي أول لما جه قعدنا بعض من لا يشجع النادي الأهلي فضلوا يقولوا عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وإصابة مزمنة وإصابة مش عارف إيه وإصابة إيه؟ دلوقتي برسيتاو بيبدأ التدريبات بشكل تدريجي، وده اللي قاله الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي من أسبوع أو من أسبوعين معانا هنا في البرنامج، قال هذا الكلام. برضو كانت من ضمن الحملات الموجهة خلال الفترة السابقة على الصفقات الجديدة اللي جابها النادي الأهلي، صفقة جديدة النادي الأهلي جابها لعيب مصاب، ما عندوش إصابة مزمنة ولا حاجة، لعيب مصاب ولكن هو عاجب الجهاز الفني، هجيبه حتى لو مصاب هيتعالج أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر وهيرجع ويبقى زي الفل. طبيعي جدا وبيحصل في العالم كله أن اللعيبة كلها بتتصاب، طبيعي جدا يعني. النهاردة برسيتاو شارك او بدا بالمشاركه التدريجيه في التدريبات واطمن الجهاز الطبي على وجود برسيتاو. الخبر ده بالنسبه لي هو خبر مهم جدا. ليه؟ استكمالا لراحه اللاعبين. محمد شريف راحه 3 ايام. يستحق هذه الراحه؟ نعم يستحق هذه الراحه. زي ما قلت لحضراتكم انا في اول كلامي لما كنت بتكلم عن استبعاد شريف وقفشه، قلت لحضراتكم ان اللعيبه دي انا زعلان طبعا كمصري ان يتم استبعاد هداف الدوري وهداف وافضل لاعب في مصر خلال السنه اللي فاتت، ولكن في نفس الوقت كاهلاوي انا بقى مبسوط لان الراجل هيروح يريح له يومين ثلاثه، ياخد مراته وابنه اللي لسه يعني ما لحقش حتى يشوفه ويتفسح معاهم يومين ثلاثه ويرجع يكون اكثر تركيزا في التمرين، يكون اكثر تركيزا مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه عشان ان شاء الله يرجع ويستفيد منه منتخبنا الوطني خلال الفتره اللي جايه. فتخيل حضرتك ان محمد شريف يعني من الاخبار المهمه بالنسبه لي ان محمد شريف خد 3 ايام اجازه عشان يستريح ويبتدي يرجع مره اخرى. النهارده حسين الشحات شارك في التدريبات الجماعيه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين حسين الشحات وطار محمد طار وكهربا كان عندهم بعض المشاكل، ولكن حسين الشحات اول المصابين اللي راجعين الحقيقه، وبعد كده طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا كانوا شاركوا في المران الجماعي قبل وديه الغابه الاخيره بعد شكوى الثنائي من حاله الاجهاد. المنتخب ايضا بيواصل تدريباته وانضمام احمد حجازي استعدادا لمواجهه ليبيا. هتبقى اخبار كتيره جدا الفتره القادمه على منتخبنا الوطني، وكل شويه هقول هذا الكلام. كل الدعم وكل التأييد للمنتخب الوطني ولجهازه الفني. ان شاء الله ان شاء الله يستطيع ان يفوز منتخبنا الوطني في المباراتين القادمتين. وطبعا دي لقطات ارشفيه لتدريبات منتخبنا الوطني قبل مباراه ليبيريا الوديه، فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله ان هو يستطيع ان
يفوز على منتخب ليبيا ذهابا وإيابا عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل إلى حلم كل المصريين باللعب في كأس العالم في قطر خلال المشاركة القادمة. كيروش يحفز حراس المنتخب ويطلب تقريرا من عصام الحضري. تمام، حكم بوروندي لمباراة مصر وليبيا وطاقم جنوب إفريقي للعودة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن حكام مباراة منتخبنا الوطني الأولى في مصر وهو حكم بوروندي وطاقم جنوب أفريقي لمباراة العودة في ليبيا. لاعبو المنتخب يشيدون بشخصية كيروش زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الحقيقة، ومن يعني تليفونات كتيرة عملتها الفترة اللي فاتت مع مجموعة كبيرة جدا من المحيطين بكيروش، وإن شاء الله بكرة نحاول نجيب لحضراتكم حد برضو من الناس القريبة جدا من كارلوس كيروش يحكي لنا عنه، حد كان عايش في البرتغال، بس بكرة إن شاء الله نشوف الموضوع ده. شخصية قوية جدا، شخصية صارمة، بيشتغل على التفاصيل الصغيرة اللي موجودة مع اللعيبة، بياخد باله من كل حاجة. إن شاء الله إن شاء الله يعدي الفترة الصعبة اللي جاية ويكمل مع منتخبنا بهذا الشكل. والجمعة بيقول كيروش أبلغ المستبعدين بالقرار وصلاح قائد المنتخب أمام ليبيا. اتكلمت مع حضراتكم في هذا الأمر. برضو الجبلية توضح سبب إعلان أسماء لاعبي المنتخب لكأس العرب بعد قائمة ليبيا. قال الأستاذ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية إن القائمة كأس العرب تم إرسالهم عبر السيستم الإلكتروني قبل إعلان قائمة مباراتي ليبيا، ولكن تم إعلان قائمة مباراة ليبيا أولا وفقا للوائح الاتحاد الدولي والموعد المحدد لإرسال القوائم المبدئية، نافيا أن يكون الهدف من مواعيد إعلان القائمتين سبب احتواء الهجوم على بعض عليه بعد استبعاد بعض لاعبي الفراعنة من قائمة مباراة ليبيا. ماشي، رابطة الأندية بتقيم مراسم قرعة الدوري خارج أسوار الاتحاد المصري لكرة القدم. قال المسؤولين أنه تم الاتفاق على اتخاذ مقر مستقل للرابطة خارج اتحاد كرة القدم حتى لا تحصل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد على شرعية الإشراف على رابطة المحترفين. وعلى فكرة القرار ده قرار صائب جدا، بما أن رابطة الأندية هي كيان مستقل فيجب أن تكون كل تعاملاتها خارج الاتحاد المصري لكرة القدم. ده طبعا أستاذ أحمد دياب والكابتن عماد رئيس الرابطة والكابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطة و الأستاذ شريف صالح عضو الرابطة. وقال أيضا شريف صالح عضو الرابطة وضع جدول الدوري الجديد على مرحلتين ولا تأجيلات. ماشي، أتمنى يا رب أن يحصل كده. أيضا من الأخبار اللي عندي النهاردة إلغاء مقعد المرأة في انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة. يعني طبعا كل دي لسه لم يتم الاتفاق على كل هذه الأمور، لأنه مش معناه ان المقعد اتلغى. على فكره ممكن اي سته تترشح، ممكن اثنين وثلاثه واربعه وخمسه يكسبوا، وده بيدي يعني اتاحه اكبر وحريه اكبر للسيدات. طيب، استادات ايضا بتنتهي من عمليات صيانه وتطوير سبع ملاعب واعادتها للحياه من جديد. في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 وأهمية النهوض بالرياضة لرفع اسم مصر في كافة المنافسات الرياضية الدولية، تبذل شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية جهودا كبيرة لتطوير البنية التحتية الرياضية وصيانة الملاعب. دي بعض طبعا اللقطات من بعض الملاعب اللي تم صيانتها وتجديدها بشكل جديد. استاد سوهاج طبعا الرياضي زي ما حضراتكم شايفين على أعلى مستوى بيتم تجهيز الاستادات، سبع ملاعب تم تطويرهم وإعادتهم للحياة. استاد بنها قامت شركة استادات الوطنية بعملية صيانة وتطوير، وفي استاد بني سويف قامت شركة استادات أيضا برفع كفاءته من خلال صيانة المدرجات وتطوير جزئي لغرف خلع الملابس والحمامات والكشافات الخاصة بالملاعب. وفي استاد بنها إعادة بناء المقصورة الرئيسية بشكل يليق بالضيوف الكبار. وفي شبين الكوم شملت أعمال الصيانة والتطوير والمقصورة الرئيسية وزيادة عدد المقاعد بها وتوسعة وصيانة حجرة المؤتمرات الصحفية. هذه الملاعب السبع عادت لها الحياة وبدأت الفرق المختلفة تؤدي تدريباتها وخوض المباريات في المنافسات المختلفة على ملاعب هذه الاستادات.
حقيقة تحية كبيرة جدا لشركة استادات بما تفعله في الرياضة المصرية من تطوير كل هذه الاستادات وإعادة إحيائها مرة أخرى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. كابتن شوقي غريب بيقول محمد صلاح سيتواجد معنا في أولمبياد باريس. احنا فين يا كابتن شوقي وباريس فين؟ ربنا يكرم إن شاء الله. ومحمد صلاح طبعا هو شرف. والحقيقة النهاردة بس قبل ما انهي الأخبار النهاردة تحديدا وحضرتك قاعد بتتفرج على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحس ان الدنيا مشدودة واللعبة كلها عمالة تضرب في الملعب تضرب يعني بتدخل بمنتهى القوة على بعض والاثنين مدربين بيحتدوا على بعض وكل حاجة. اول ما الحكم صفر صفارة النهاية ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي؟ جوارديولا بيروح يسلم على يورجن كلوب يسلم عليه وبيبوسوا وبيحضنوا ويقفوا يتكلموا مع بعض كأنك كنت بتشوف فيلم سينما يعني عارف قاعد كده الدنيا مشدود انت نفسك كمشجع مشدود للي بيحصل وفجأة المباراة انتهت اللعبة كلها بتسلم على بعض وفين يهزروا مع بعض وفين يضحكوا مع بعض سلام محترم جدا. أتمنى وده دعوة لرابطة الأندية أتمنى أن يكون أو أنه يجب على كل المديرين الفنيين معرفش بقى دي تتحط لائحة أو تتحط بند في اللائحة ولا إيه بند في لائحة رابطة الأندية بما أنها اللي مسؤولة عن الدوري أن كل مدير فني يسلم على المدير الفني قبل ما قبل المباراة وما بعد المباراة وأن أي يعني صاحب الأرض يتوجه للضيف ويروح يسلم عليه ويمشي وبعد المباراة. المنظر اللي احنا شفناه النهاردة بصراحة هو منظر يخلي الواحد من جواه حاجة اسمها السلامة النفسية. الناس خلصت المباراة نتيجة 2-2 والموضوع انتهى سلموا على بعض وقفوا مع بعض. طبعا اتمنى ان يكون ده نابع من جوه اللعيبه والمدربين اكتر ما من ان احنا نحطه في لائحه او كذا او كذا ولكن ليه لا نحطه في لائحه عشان يبقى مجبر الكل ان هو يروح يعمل كده على الرغم من كل المديرين الفنيين في مصر محترمين جدا وكل اللعيبه محترمه جدا. اتمنى بقى ان احنا نشوف ده في الملعب خصوصا في المباريات الكبيره اهلي وزمالك اهلي واسماعيلي اهلي ومصري اهلي واتحاد المباريات الجماهيريه اهلي ومحله المباريات الجماهيريه الكبيره جدا دي بيبقى عليها رؤيه كبيره جدا. اتمنى ان ده يحصل بس ده منظر لفت نظري النهارده الحقيقه قد ايه السلام النفسي ما بين الاثنين مدربين 90 دقيقه خلصت شكرا سلام وطلعوا وخبطوا في بعض برضه في المؤتمرات الصحفيه ولكن السلام والاحترام والادب والاخلاق حاجه جميله جدا سواء ما بين المديرين الفنيين او ما بين اللاعبين. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندنا دائما فقره النقاد الرياضيين الكبار. النهارده هيكون معايا اربعه من النقاد الرياضيين الكبار اللي هنتكلم معاهم في كل هذه الامور فيما يخص الرياضه المصريه. الاستاذ محمد القوصي، الاستاذ خالد الاتربي، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، والاستاذ احمد عويس في ضيافه البيت الكبير بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونقادنا الرياضيين الكبار. الاستاذ محمد القوصي، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا الاستاذ خالد الاتربي، ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايضا الاستاذ احمد، طب غير مكانك النهارده؟ اي خدمه هعملك كمين؟ ما تعرفش انا حافظ. ازيك يا عويس؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله تمام؟ الحمد لله. ازيك يا حكم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اه طبعا ده شرف ليا. هنا بيتدلع حبيبي. نبدل دلوقتي تاني؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طيب خليني بس الاول ابدا بخبر عايز اقول لحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين كل جمهور النادي الاهلي ان البطوله العربيه لكره السله بدات اول امبارح الحقيقه ونتائج مبهره للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بيفوز في اولى لقاءاته على حضرموت اليمني بنتيجه 126-69 والاهلي ايضا بيتاهل النهارده لربع نهائي البطوله العربيه لانديه كره السله وبيفوز على الفريق الجزائري والحقيقه نتائج جيده جدا لفريق كره السله في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين اي مدير فني لما بيجي اي مدير فني اجنبي خصوصا لما بيجي كمان بتبقى الامور لسه في الاول مش قوي بعد كده الامور بتبتدي تتحسن واحده واحده لغايه ان شاء الله ما نشوف فريق كره السله بيصل للمستوى المطلوب والمأمول من جمهور النادي الاهلي خصوصا بعد استقدام مدير فني كبير الحقيقه زي اوجستي عامل شغل رائع جدا للي متابع لكره السله في النادي الاهلي. اعتقد يا استاذ محمد نتائج جيده جدا والوقت بس كان في الاول الدنيا ما كانتش مظبوطه شويه ولكن الامور بدات تتحسن واحده بواحده. ده طبيعي يعني لا سيما وان حد زي اوجستي عارف قدراته وامكانيات لعيبه الاهلي كان موجود في الدوري المصري السنه اللي عدت. ايوه الحقيقه بدايه حلوه
لما البدايه تكون قويه فده بيعطيك يعني دوافع وبيديك حماس وبيعطيك ثقه كبيره جدا. تم تدعيم الفريق بعدد كبير جدا من اللاعبين، عدد مميز من اللاعبين، لاعبين اجانب. الحقيقه جوست بادي بدايه قويه جدا. انا هعتبر الدوره العربيه يعني لسه لما نوصل المراحل النهائيه هتكون كل ما بتقدم اكتر بالقوه بتزيد، لكن هي تعتبر اعداد قوي جدا 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 لبطوله الدوري الساخنه والقويه عندنا في الدوري المصري. الحقيقه نتائج هايله ونتائج مبهره وفوارق كبيره جدا بين الاهلي وبين الفرق اللي بيقابلها لغايه دلوقتي. الحقيقة الارقام حتى في الكره السله الحقيقه ما كانتش بتتعدى لهذا الشكل، ان النادي الاهلي يصل ل 126 في مباراه، او في المباراه الثانيه امام بوفاريك الجزائري ايضا. اعتقد ان دي نتائج كبيره جدا بتدل على ان المدرب خلاص ابتدى ياخد على اللاعبين، واللاعبين ابتدت تاخد على طريقه المدرب. خالد طبعا يعني زي ما بيقولوا كده، المدير الفني لما بيكون فاهم وفاهم الامكانيات اللي عنده وما اعلم، ومن خلال متابعتي يعني ان الراجل بيتكلم على او بيعد وبيستخدم اللاعبين صغار السن، اللاعبين الشباب بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا. قبل كده ما كانش بيحصل كتير، انما الراجل شايف ودارس نقاط القوه عند النادي الاهلي ونقاط الضعف. بس برضو خلينا نقول ان لسه احنا في البطولات العربيه وفي الادوار التمهيديه بيكون الاداء او بيكون الفرق يعني المستوى الفني ضعيف الى حد ما، انما ممكن النتائج تحس ان فيها تنافسيه اكتر في الادوار اللي جايه الفتره في الادوار اللي جايه. عويس اعتقد ان الامور هتبقى اصعب وهيبان لنا اكتر المستوى الفني اللي وصل له فريق كره السله. هو طبعا اوجاستي بدا مع الاهلي في بطوله منطقه القاهره اللي كنا بننقلها عندنا على قناه الاهلي، وبدا بدايات هاديه جدا، جرب مجموعه كبيره جدا من ناشئين النادي الاهلي، وفي الاخر حقق فوز على فريق الجزيره فريق قوي، وحقق فوز بفرق كبير جدا في النقط، وكان الاهلي بيلعب وهو مستريح جدا في مباراه بدر. بعد كده بدا بمباراه حضرموت اليمني وكسبها، وداد بوفريك الجزائري، وعنده بعد كده الفتح السعودي. اعتقد ان من مباريات دور الثمانيه او مباريات دور ال 16، لان البطوله فيها فرق، فيها 20 فريق تقريبا، فهيبدا يخرج منهم فرق 18 فريق 18 او 18. 19 فريق لا 18 هيخرج منها مجموعه كبيره من الفرق، ويبدا بقى في الاخر، لانه الفرق اللبنانيه جايبه لعيبه محترفين، فرق الامارات جايبه لعيبه عندهم محترفين كتير جدا. اعتقد انه في الفتره اللي جايه الفريق النادي الاهلي هيبان مستواه الحقيقي، واعتقد انه هيحقق نتائج طيبه جدا، لان مدرب فاهم، مدرب شاطر، وفي لعيب محترف تاني مع عندنا 2 لاعبين محترفين اجانب في الفريق، تم تدعيم الفريق بقوه، واعتقد انه ان شاء الله يعني هيحقق نتائج اعتقد انها تبقى كبيره باذن الله. دور الاداره والنشاط الرياضي في التدعيمات الكتيره واختيار المدير الفني اعتقد ان هو واضح مع كره السله. طبعا كابتن رؤوف عبد القادر ومجلس اداره النادي الاهلي ما تاخرش نهائيا عن دعم الفريق. يمكن هم تعاقدوا مع مايكل تومسون، ده كان بناء على اختيار اوجستي الاسباني، اوجستي ده تعاقدوا معاه لمده سنه، ثم جابوا للبطوله دي بس فاكوادي تمام، دي البطوله دي بس يعني لمده 10 او 15 يوم. البطوله يعني مجلس الاداره ما بخلش، كان تعاقدوا مع كذا لاعب في لدعم الفريق. البطوله اعتقد يعني هم في 3 او 4 انديه هيكونوا مرشحين للبطوله، ويمكن يوصلوا لو ما اصطدموش مبكرا، هيبقى الاهلي والاتحاد وبيروت اللبناني وفي الشرق الامارات، دول الاربع فرق اللي هيكونوا مرشحين ان يوصلوا مربع الذهب لو ما اصطدموش ببعض في دور الثمانيه. تمام، نتمنى طبعا كل التوفيق، ودايما من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بنحاول نجيب لحضراتكم دائما ما يحدث مع النادي الأهلي، سواء كرة سلة، كرة يد، كرة قدم، طبعا دائما بتكون معنا. خلينا نروح لحضرتك يا أستاذ محمد في نقطة مهمة جدا، وخلال الفترة السابقة ودايما أنا ببدأ سؤالي وحضراتكم بتبقوا موجودين معايا بهذا الأمر، لماذا الأهلي الآن الشناوي ثم موسيماني، كلام واشاعات كثيره جدا عن الشناوي وعن موسيماني وعن عمار حمدي، وبيتم نفيها مش من خلال النادي الاهلي ولكن من خلال الانديه الاخرى او من خلال الكيانات الاخرى اللي بتتكلم على الاشاعات اللي بتحصل داخل النادي الاهلي. لماذا الاهلي الان؟ يعني هو طول ما انت مستقر، طول ما انت بتحقق اهدافك، طول ما انت ماشي بشكل كويس، طول ما انت ممكن تقابلك ازمه وتتجاوزها وتعديها وتحس ان ما حصلش حاجه والامور عاديه جدا، طول ما هتلاقي كلام بهذا الشكل. يعني كلام كتير جدا عن موسيماني، عن اللي راح الامارات والوحده الاماراتي، لدرجه ان رئيس النادي الوحده نفسه بيطلع بينفي هذا الكلام، شركه يعني بيطلع بيكذب هذا الكلام. فطبعا ده قدر النادي الاهلي دايما بيتعرض لحاجات بهذا الشكل، فلما بيفشل مع المدرب بيروح داخلك على لعيبه، في لاعب مميز جدا عندك ولاعب مستقر
مش ان هو عايز يمشي، ان هو عايز يروح. ده السوليه جاله عرض من بره، ده معلول رايح الدحيل القطري، مع ان الدحيل القطري اصلا ما عندوش ولا مكان اصلا للاعيبه اجانب موجودين، وهم حصل يعني حتى يعني قالوا ان احنا مش هنطلع ننفي لان مفيش معلومه اساسا من هذا القبيل. ده عمار ما بيلعبش، يطلع عمار يتكلم، يطلع عمار ينفي، فحاجات كتيره جدا من هذا القبيل بتطلع وتتناثر دايما على النادي الاهلي. حتى النادي الاهلي يعني بنسبه كبيره جدا ما بيردش عليها، لان الاهلي ما بيحطش نفسه في مكان نفي لفترات كبيره جدا، ما طلعش ينفي ويكذب اخبار. لما يكون في خبر وفي معلومه بيطلع ياكد على هذه المعلومه ويعلنها، لكن انا مش هقعد طول الوقت انك حاططني تحت ضغط انفي. ما هو الهدف ان انا اقعد اطلع اشاعات على كابتن اسلام عشان احط اسلام تحت ضغط، واسلام يتحول الى نافي ويركز في النافي ويركز في الحاجات دي كلها. فده طبيعي جدا بيحصل مع النادي الاهلي. وطبعا وجود السوشيال ميديا وجود حاجات كتير جدا سهلت العمليه دي. سهل جدا ان اي حد يرمي على اي صفحه اي خبر او اي معلومه، وناس كتير جدا بتنقلها للاسف الشديد جدا بدون اي تركيز وبدون اي تدقيق. يعني السوشيال ميديا يا جماعه عايزين ناكد عليها برده انها ليس مصدرا موثقا للمعلومات. فدايما بتطلع منها اشاعات كتير جدا وبتعمل مشاكل كتير جدا، فلابد ان ننتبه من هذه النقطه. دايما بعد ما لا يشجع خالد النادي الاهلي بيروح لهذه المنطقه لكسر استقرار النادي الاهلي، ولكن ده لا ينفي ان طبعا ما فيش فريق في العالم ما فيهوش مشاكل، ولكن كيفيه حل المشاكل من خلال اداره محترمه ومحترفه. بص يا كابتن، الاهلي ترند في حد ذاته، اكتب كلمه الاهلي هيطلع ترند على طول. اي خبر، اي معلومه، اي شبه معلومه هتلتصق يعني هتيجي ورا كلمه النادي الاهلي او قيمه النادي الاهلي، خلاص انت ضامن او عارف ان الموضوع ده هيوصل. دي جزئيه بيحاول حسن النيه وسيء النيه ان هو يستخدمها. حسن النيه بيدور طبيعي، النادي الاهلي اكبر نادي في المنطقه، اكبر نادي مش بس في مصر ولا في افريقيا، في المنطقه كلها. وبالتالي انت بطبيعه شغلك انت عايز برضو الخبريه، حتى عايز تشتغل خبريا، عايز تجيب اخبار، عايز تتكلم، عايز تعرف المشجع الاهلاوي اللي بيدور. مش كل اللي بيتقال في الاعلام الرسمي او مش كل ما يدور داخل النادي الاهلي هو اللي بيتقال في الاعلام الرسمي، وده المطلوب على فكره. مش طبعا ده دورنا، مش الاعلام الرسمي طبعاً هو اللي بيطلع كل اخبار الفريق وكل اسرار الفريق، مفيش حاجه كده في الدنيا يعني. انما انا بتكلم على مين؟ حسن النيه اللي بيدور على الخبر علشان برضو جمهورك انت اصلا عنده شغف كمان انه يعرف طبعا، بدل ما يروح ناحيه تانية او يروح لسيء النيه وياخد منه الخبر، بيروح لحد انه واثق فيه وبيقدم له المعلومه. على النقيض بقى، سيء النيه بقى بياخد الاخبار دي كلها وياخدها في السكه اللي هو عايزها. فتلاقي مثلا لو انت بتتكلم ان طبيعي ان عقد موسيماني سنتين، خلص سنه، فالطبيعي ان اي حد بيفكر انه ممكن يكون في تفكير مستقبلي خلال الفتره اللي جايه ان اجدد موسيماني مثلا او اشوف الامور هتمشي ازاي. ده طبيعي، فهتبدا عندك الطبيعي دايما بتلاقيه راح لمرحله ثانيه. مرحلة ده قصدك يعني؟ بالظبط كده. طيب برضو عاوز، لان الموضوع ده مهم جدا وشائك جدا، عندنا مشاكل محدش يقدر يقول غير كده. في فريق في العالم ما عندوش مشاكل؟ مفيش حياه في العالم من غير مشاكل. بالزبط. هي الحياه نفسها فيها طول الوقت فيها صعوبات. بس الحقيقه ليه الاهلي؟ السؤال اللي حضرتك بتساله، لانه الاهلي بياع. استاذ اوسي ممكن يبقى عارف الموضوع ده. ايام زمان لما يقول لك الاهلي لما يكسب بطوله الجرايد الصبح، بتوع الجرايد يقول لك الجرايد بتخلص من على الفرشه. لما فرق ثانيه بتاخد تلاقي الجرايد زي ما هي. الاهلي بياع وجمهوره طول الوقت بيدور على اخباره. فاي حد عايز يطلع يقول كلمتين عشان الناس تشوفه، عشان الناس تسمع هو بيقول ايه، فيقول الاهلي. والحقيقه في اوقات شائعات من كتر ما هي يعني هزليه ما ينفعش تصدقها. يعني لما تيجي تقول الوحده الاماراتي بيفاوض موسيماني، فبمجرد انت بس تفتح كده جوجل وتكتب الوحده الاماراتي، هتلاقي الوحده الاماراتي عنده مباراه بعد 10 ايام او اقل، يعني بعد التوقف الدولي عنده مباراه مع النصر السعودي في ثمن نهائي دوري ابطال اسيا، مباراه مهمه جدا. عنده مدرب هولندي اسمه تينكات، مدرب عظيم يعني، مدرب عظيم يعني، مدرب من عينه مانويل جوزيه يعني. فهل دلوقتي الوحده الاماراتي هيمشي مدربه ويجيب بيتسو موسيماني عشان كمان يدخل في ازمه مع جمهور الاهلي، مع راجل عقده موجود ومع النادي الاهلي؟ الحقيقه اشاعه كوميديه جدا جدا. واضطرت كمان انه استاذ راشد الزعابي مدير شركه الكوره في نادي الوحده يطلع يقول يا جماعه والله الكلام ده ما حصلش اصلا،
لا فوضنا موسيماني ولا غيره الحقيقه. وقال برضه الحقيقه راجل ناس محترمه جدا اتكلم وقال ان لو حتى في تفاوض هنكلم من الاهلي على طول. الاهلي وتبدا مفاوضات مع لعيبه اصله علي معلول. علي معلول بنسبه 90% الاول قالوا عمرو السوليه مش عايز يجدد فعمرو السوليه جدد. طب اصل علي معلول مش عايز يجدد طب علي معلول جدد. اصل بيرسي تاو اصابه مزمنه طلع بيرسي تاو مش اصابه مزمنه. الراجل الدكتور بتاع منتخب جنوب افريقيا قال انه هو غالبا كان عنده اصابه وتحامل ولعب عليها فهو ده اللي عمل تفاقم الاصابه بتاعته. طب يا جماعه القليل من الهدوء احنا لسه في بدايه موسم بدري قوي ضرب يعني بدري قوي ضرب البلالين ضرب البلالين دي يعني قليله يعني كتير قوي اللي بيتقال. فاعتقد انه يعني القافله تسير والنادي الاهلي ان شاء الله في هيمشي في انتصاراته باذن الله. الموضوع برضو من الجانب الاخر برضو يا عبد الحكيم خلينا نبص له من ان في 17 نادي تاني. هل برضو ده هيودينا لنفس الكلام اللي بيقوله عويس ان هو النادي الاهلي هو اللي بياع؟ ما هو يا جماعه ما تتكلموا على ال 17 نادي التانيين، هو ما فيش غير النادي الاهلي بس اللي بتقدروا تتكلموا عنه؟ لا طبعا مش هيتكلموا. ليه؟ لان في ناس معينه بتطلع بانتماءاتها. بس انا قبل ما اجاوب حضرتك على السؤال ده لو تسمح لي. طبعا. المشكله اللي احنا فيها دلوقتي بيبقى سببها عدم القدره على الوصول للمعلومه مش من المصدر، الشخص نفسه مش عايز يتعب نفسه. يعني حضرتك قاعد في برنامج فريق الاعداد بتاعك مش عايز يتعب نفسه، كان زمان كان ما لحقتش الفتره دي، كان زمان زملاء الصحفيين او اساتذتنا لازم يروح النادي عشان يقابل المصدر او يكلمه او ياخد منه معلومه عشان يكتب. عشان كده كنت نادرا ما تلاقي كلمه ينفي او نفى او تلاقي معلومه غلط. دلوقتي مع كل وسائل التواصل الاجتماعي الجديده والتليفونات والواتساب والاس ام اس كل ده، وتلاقي واحد يعني وقع اول امبارح واعذرني فيها يا كابتن، قال لك اني اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ. مين اللي قال؟ حد قال يعني؟ حد قال اجايع اعترض على كابتن سيد عبد الحفيظ وشدوا مع بعض وكابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبه على اجايع ده. وعشان بس ما تقولوش ان الفريق اجازه 3 ايام، ده في التمرين الاخير قبل ما الفريق ياخد اجازه 3 ايام عشان بس يثبت المصداقيه. طيب حضرتك المعد او ايا كان الزميل اللي جاب لك المعلومه، 35 لاعب في الفريق، 15 واحد اداري، 10 جهاز فني، ما عندكش من ال 60 واحد دول مصدر يقول لك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ما جاش اليوم ده، ما كانش موجود اصلا. ما كانش موجود. طيب وقع تاني ما كانش موجود فعلا، ما كانش موجود اصلا. التمرين الاخير ما كانش، التمرين الاخير قبل كان عنده اجتماعات، يعني مش ما كانش موجود لسبب، ولكن كان عنده اجتماعات. كان عنده اجتماعات مع الكابتن خطيب ولكن التخطيب. طيب وقع تاني النهارده، قال لك ان الكابتن خطيب اجتمع مع موسيماني عشان يعملوا موضوع العقد. طيب برضه نفس الموضوع، حضرتك ما عندكش اي وسيله تواصل توصل المعلومه ان الكابتن خطيب ما جاش النادي اصلا. ما راحش النادي اصلا عشان يشوف، لازم موسيماني بيهدد انه هيمشي فقعدوا معاه يحلوا الموضوع. فهي غياب المعلومه. فيما يخص الموضوع الثاني يا كابتن اللي حضرتك قلت لي عليه اللي هو 17 نادي. طيب هو الناس كانت فين لما في لعيب معين ساب معسكر في برج العرب وباعتراف المدير الفني؟ محدش ولا برنامج يا كابتن او اي وسيله اعلاميه جاب سيره الموضوع. ايوه كانوا فين لما حارس مرمى ساب معسكر في السويس قبل ماتش ليله ماتش عشان طلع من التشكيل؟ برضه مفيش حد. تعاقدات الانديه كلها مش هتلاقيها، مش هتلاقي حد موجود، لا اشاعات ولا غير اشاعات ولا اي حاجه خالص. 8 لاعبين في احد الفرق عقدهم هيخلص السنه اللي جايه، واحنا تركيزنا مع مين؟ مع علي معلول. علي معلول عايز 1,700,000، 1,800,000، 2 مليون يورو. طب علي معلول جدد او مدد عقده؟ على فكره بالمناسبه مفيش مشكله ان الناس كلها تتفاوض يا استاذ محمد يا جماعه، يعني مفيش مشكله ان انا اقول ان انا عايز 10 جنيه، ده مش معناه ان انا ما بحبش النادي الاهلي، لا بالعكس، ما انا ممكن في الاخر هنتفاوض مع بعض. ده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه، يعني مش ده اللي بيحصل دلوقتي، وده مش معناه انك هتاخد 10 جنيه برضه، وده مش معناه ان انت هتاخد، ده تفاوض يا جماعه. انا بتكلم على شغل وده شغل. طبعا ده شغل اللاعب المحترف، شغل حتى لو علي معلول بيحب النادي الاهلي، بس في الاول في الاخر ده اكل عيشه، وبعدين بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين هيعتزل، فطبيعي ان يبص للموضوع ده. بس هي النقطه في ايه؟ ان انت عندك في 8 لعيبه في نادي واحد عقدهم هيخلص مع علي معلول وعمرو السوليه وصلاح محسن، ما حدش جاب سيرتهم، وتمن لعيبه منهم 4 انا وجهه نظري من اهم 4 لعيبه في الدوري المصري، ولا حد اتكلم ان عقدهم هيخلص. علي معلول عايز 1,700,000، طب عادل علي معلول والله العظيم الارقام اللي كان بيتكلم فيها اللاعب وكيله نفسه وصلت 1,400,000 او 1,300,000، والموضوع خلص وانتهى. بس هي دي كلها التركيز مع الاهلي، مش عشان بياع، في ناس لها اهداف، في ناس لها انتماءات، في ناس لها طبعا بياع دي نقطه مهمه جدا، بس الجانب دي الانتماءات والاهداف وحاجات ثانيه كتير. طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع اتكلم عن منتخبنا الوطني واختيارات منتخبنا الوطني ودعم كامل للجهاز الفني للمنتخب خلال المباراتين القادمتين، ولكن ما رأي نقادنا الرياضيين الكبار في اختيارات كارلوس كيروش خلال الفترة القادمة.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد، اختيارات كارلوس كيروش خلال المرحله الاخيره وللمباراتين القادمتين المهمين جدا 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 بالنسبه لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه، ايه راي حضرتك فيهم؟ يعني خليني بس اتكلم على محمد صلاح في عجاله سريعه بعد حاجه، يعني الحقيقه كان نفسي اتكلم عنها لان حاجه مبهره جدا وحاجه مشرفه جدا وحاجه مبدعه الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح، حاجه ما حصلتش النهارده، مسجل هدف عالمي. يعني بالنسبه ان احنا نتكلم عن المنتخب وان شاء الله يكون معانا ورقه مهمه جدا وداعمه للمنتخب وان شاء الله يستغل بشكل جيد وافضل ويوظف لمصلحه المنتخب المصري بالشكل اللي يساهمنا في تخطي الجولتين المقبلتين مع المنتخب الليبي. ما هدخل على الاختيارات، خلينا نتفق برضو في البداية على ان المدير الفني هو سيد قراره في الاختيارات وهو صاحب الرأي الاول والاخير وهو اللي بيتحمل مسؤولية ده، لان في النهاية هو من سيحاسب على اختياراته وعلى النتائج اللي هتكون عليه. انا شايف ان كروش في النهاية اختار اللعيبة اللي هو شايفها، في النهاية لابد ان احنا كمصريين ان احنا ندعمه تحت كل الاطار. هو مشكلة الصدمة اللي حصلت لنا كلنا وللزملكاويه وناس كتير جدا كل المصريين ان اتنين من اهم لعيبه الكره في مصر، محمد شريف هداف الدوري المصري افضل لاعب على الجون دلوقتي لو سالت اي حد وهو مغمض، المهاجم رقم واحد في مصر يقول لك محمد شريف، وقفشه افضل لاعب في مركزه على مستوى مصر. فدي عملت نوع من الصدمه للناس كلها ان دول ازاي يتم استبعادهم وازاي ده يحصل. اعتقد ان لو مدرب مصر ما كانش هيجرؤ ان ياخد الخطوه دي على الاطلاق لان في ضغوط كتيره جدا بيتعرض ليها، لكن واحد زي كروش مدرب كبير مدرب عالم هو شاف كده، ربما شاف ان هم مجهدين، شاف ان هم متعبين. علينا في النهايه انا من وجهه نظري ان احنا نحترم وجهه نظره وكل التقدير، واحنا عارفين قدرات قفشه، عارفين قدرات شريف طبعا، لكن في النهايه المنتخب محتاج دعم كبير جدا في المرحله اللي جايه، والاهلاويه او الناس بيدعموا هذا البتاع، حتى كابتن الخطيب اتكلم معاهم مباشره ودعمهم وخلاهم يتقبلوا القرار بشكل كبير جدا، وقفشه اثار ان ينزل التدريبات ما يرتاحش، محمد شريف عنده راحه تتم. فعلينا نحترم اختيارات المدير الفني ونسيبه يمشي في عمله وفي النهايه يكون الحساب، دي وجهه نظري في الجزء. تمام. خالد برضو عايز اسالك ان فكره ان كيروش بكره هيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن اسباب استبعاد بعض اللاعبين من وجهه نظره، يعني ده اللي تم الاعلان عنه من خلال المواقع والصفحات، هل ده ممكن ياتي بجديد؟ لا، لان الكابتن وائل جمعه نفسه قال في تصريحات مؤخرا انه المدير الفني مش هيشرح اسباب الاستبعاد وانه مش مضطر انه يشرح اسباب استبعاد اللعيبه، وانه لو عمل كده عايز اعرف رايك. هو مش هيحصل ده، هو مش هيحصل ده. انما مش كل، انا بس بوجه رساله، يعني في القصة مش كل مدير فني بيعلن عن استبعاد فلان او علان من قائمه مدرب ضعيف، لا خالص، هو من قبيل اصلا الشفافيه، او من قبيل انك موضوع من قبيل انك بتشيل الضغط اصلا من على المنتخب بتاعك انك ممكن تشرح اسباب الاستبعاد، خاصه لو كانت هي مش منطقيه ولا معقوله. وفكره انا طبعا بتفق مع الاستاذ محمد القوصي في انه قال ان احنا كلنا ورا المنتخب وكلنا بندعم المنتخب، بس ما هو النقد برضو البناء والموضوعي، ما هو ده برضو دعم للمنتخب. نعم، ان احنا نتكلم في بعض الامور اللي تحس ان هي مش منطقيه اصلا ان هي تحصل عشان ما تتكررش قدام، ما هو ده برضه دعم للمنتخب طبعا. يعني في بعض الامور مثلا في طريقه الاستدعاء للمنتخب نفسه كان شكلها غريب، يعني مثلا استبعاد، يعني استقدام احمد توفيق وانه راح معايا المعسكر وانه لعب معايا المباراه الوديه ثم اخرج احمد توفيق واجيب احمد فتحي، انا ما شفتش احمد فتحي. طبيعي لو انا بالنسبه لي المفضل هو شافه في مباراه سموحه في مباراه سموحه وبيراميدز. انا لسه جاي في الكلام. لا بس عايز لا انا لسه جاي في الكلام. اوكي، في جزئيه بسيطه جدا، كيروش شاف كل اللعيبه بشكل مركز جدا عبر الفيديوهات تم تجهيزها ليه على كل اللعيبه. تمام. أوكي. انا بس يعني بس هو لو شاف كل اللعيبه كان جاب احمد. لا يعني اللعيبه اللي اختار، يعني هو ما اختارش لاعب، يعني هو اختار احمد، ما اختارش لاعب عمياني. طب ما هو اختار احمد. احمد مين؟ اختار احمد توفيق. احمد توفيق خرج له جاب احمد فتحي عشان كان في القائمه الاخيره، عشان هو اعتمد على القائمه بتاع كابتن حسام. اخر مباراه رسميه لعبها المنتخب المصري كره القدم لعبها احمد توفيق، هو الباك زي القائم الرئيسي للفريق. طب هو الطبيعي يا استاذ احمد والمنطقي ان انا كمدير فني عامل معسكر عشان اشوف اللعيبه ورايح العب ماتش اجيب اخر قائمه، ولا اجيب اختياراتي اللي انا شايفها واختياراتي اللي اشوفها فين؟ المعسكر ده كان 48 ساعه والماتش الودي طب اجيب المقتنع بيه، مش هو شايف؟ لا هو الحقيقه هو ولا اجيب المقتنع بيه انا برضو لا الحقيقه طب علي جبر خروج علي جبر ورجوع ودخول ياسر ابراهيم، انا مقتنع من الاساس وعايزه من الاساس. طب معلش ممكن نتشارك في الكلام ده لانه الكلام ده مهم جدا. ما هو برضو السؤال، هل لو على افتراض ان الكلام اللي هو اتقال وحضراتكم اكيد قلتوكم سمعتوه كلكم ان هو ان محمد شريف ومجدي قفشه في المباراتين اللي انا اتفرجت عليهم
يعني هو كارلوس كيروش اتفرج عليهم شاف ان هم مش كويسين او اقل من مستواهم خلاص. طب هل من الطبيعي ان انا كمدير فني استبعد افضل لاعب في مصر خلال الفتره الاخيره محمد مجدي قفشه وافضل الهداف في مصر خلال الفتره الاخيره جايب 20 هدف ولا 21 هدف؟ هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. هو خلينا برضو عشان نبقى مهما كانت الظروف ومهما كان الماتشين خلينا نكون برضو واضحين, هو المسؤول الاول والاخير على الاختيارات هو كارلوس كيروش طبعا وجهازه المعاون سواء كان البرتغالي او المصري هم المسؤولين عن اختيار القائمه. ولكن الحقيقه حتى يعني باللوجيك كده هل ما كنتش هتحتاجهم حتى على الدكه؟ هذا اللي انا بقول يعني حتى يعني هل كل الموجودين ال 24 العشرة اللي في المراكز اللي قدام كلهم احسن من قفشه وشريف؟ يعني اعتقد انه هو ما شافش كوكا. وبرده في حاجه مهمه جدا دي بقى اللي هو دور المجموعه المصريه اللي موجوده في الجهاز, لان في لعيبه يعني على الورق احمد حسن كوكا هو احسن مهاجم في مصر. احمد حسن كوكا لم يقدم اي شيء لمنتخب مصر منذ انضمامه. على الورق ازاي؟ لا استنى بس, على الورق ازاي هو طول الوقت احمد حسن كوكا هو المهاجم المحترف اللي بيجيب جوال في كل فرقه اللي لعب فيها. فانت على الورق هو مهاجم متالق بره مصر هداف على طول ويجي منتخب مصر ما بيعملش حاجه. فلازم في حاجه يعني حتى احنا انا اتذكر انه في كاس الامم الافريقيه في الجابون لما كل رؤوس حربة اتصابوا لعب عمرو ورده في النهائي لعبنا عمرو ورده في النهائي واحمد حسن كوكا في قبل في التمرين اللي قبل النهائي اتصاب اصابه غريبه جدا يعني اصابه في التمرين في ظهره. يعني لما كهربا توقف انذارين بعد ماتش البوركينا كان المفروض الاعتماد كله على كوكا. كوكا اتصاب في كاس الامم الافريقيه 2019 اتصاب. الحقيقه كوكا غير موفق تماما مع منتخب مصر. فهل الاعتماد هيبقى على كوكا الغير موفق ولا مصطفى محمد اللي لسه يا دوب النهارده لسه اول مباراه يلعبها سجل هدفين ولكن هو كان بعيد جدا عن المشاركه, ولا عمر مرموش اللي هينضم للمره الاولى لمنتخب مصر؟ فالحقيقه كان لازم يتقال له انه دي تركيبه لانه ماتشين صعبين جدا. الماتشين دول لو ما خدناش فيهم على الاقل اربع نقط هيبقى موقفنا صعب أربع جدا نقط حتى لو خدنا الاربع نقط. حتى لو خدت الاربع نقط هتظل نقطتين برضو. لا ما لو خدت اربع نقط انت لو كسبت ليبيا هنا بقيت انت سبعه وليبيا سته, وتعادلت هناك بقيت 8 وهم 7 هتبقى انت اللي فارق. فخلاص انت ركبت المجموعه وبالمواجهات المباشره تكسب الماتش اللي هنا خلاص هتكسب ماتش على ارضك اللي فاضل مع الجابون فهتبقى وصلت. فالتعادل والفوز على الاقل لانك لو كسبت هنا وخسرت هناك لا قدر الله بقى الفرق زي ما هو. بقينا 7 و9 فالدنيا هتبقى مش لطيفه. هو يبقى المنتخب الليبي هو اللي راكب المجموعه وهو اللي قدام. فعشان كده الماتشين دول ما كانش, وبرده زي ما بنقول ده دور الجهاز الفني المصري كان لازم يفهموه ويقولوا له ان الماتشين دول مصريين فما فيش احتمال للمخاطره فنلعب على المضمون نلعب على اللعيبه. لانه حتى لما تشوف هداف المنتخب المصري الاثنين الهدافين بتوع المنتخب المصري في تصفيات كاس الامم الافريقيه قفشه وشريف, يعني اللي هدفه في كل مباراه قفشه وشريف. عشان كده الماتش الودي محمد شريف عندنا قناعات ان محمد شريف كان لابد ان يتواجد في المنتخب. وقفشه انا من وجهه نظري اللاعب رقم واحد في منتخب مصر لازم يبقى موجود في المنتخب مهما كانت حالته. لكن في النهايه ده قرار مدير فني. قرار مدير فني كده. لكن احنا قناعتنا ان انا من وجهه نظري قرار غير سليم. لكن في النهايه عليك ان تحترم قرار المدير طبعا الفني. وكلنا في ظهره. انا بقولت النهارده هيبقى اخر يوم نقدر احنا كهنا قناه الاهلي مش هنتكلم فيه تاني. بيت الكبير مش هنتكلم فيه تاني لانه خلاص في النهايه احنا بشوف وجهه نظر حضراتكم وخلاص هنبقى ده. بس تعقيبا على الجزئيه اللي قالها عويس بالنسبه للجهاز المصري المعاون, الجهاز المعاون المصري بيقول لك كيروش كل المعلومات اللي انت تتخيلها ولا تتخيلها بالظبط كده. هو في الاخر لكن في الاخر في النهايه هو بياخد القرار واعتقد انه بيعتمد بصوره كبيره على المجموعه اللي جمعها المحللين بيعتمد على المحللين وبيعتمد على الفيديوهات اللي بيشوفها بنسبه كبيره جدا. ما هو لو بيعتمد على الفيديوهات يبقى برضه قفشه وشريف قفشه وشريف موجودين يعني المعيار انا يعني هو مجموعه المحللين معاه بجانب الراجل المساعد بتاعه اللي هو روجر ديسام. روجر ديسا كان المدير الفني بتاع جنوب افريقيا, كان ماسك اورلاندو بايرتس في النهائي لما لعبونا 2013 أوكي. لما حسبناه هو على الورقه والقلم مسك ورقه وقلم. ده انا بكلمك اللي حصل. هو كان تصنيفه بالنسبه لقفشه عبد الله السعيد رقم واحد. اوكي على اساس ايه؟ هو تصنيفه هو بعد الماتشات اللي شافها قبل ما يجي وبعد يعني شاف كتير اوكي لا وطبقا للحاله اللي موجوده دلوقتي بجانب الفيديوهات اللي قبل كده أوكي. الفيديوهات اللي كده برضه بس هو الحاله البدنيه والفنيه بتاعت اللعيبه في الفتره دي ده هو ترتيبه هو وهو لوحده مش الجهاز المعاون. في بعض افراد الجهاز المعاون كان معترض على محمد شريف تحديدا انه يخرج. كان ترتيبه في صانع الالعاب عبد الله السعيد ثم ابراهيم عادل
وهو مش من النوع اللي لو ماتشين بياخد لعبه كتير. هو بيقول لك انا عندي ماتشين انا هاخد 2 لعيبه في المركز ده واخد 2 لعيبه جناح يمين واثنين لعيبه جناح شمال. وجهه نظر تمام ما بحبش لكن لو بطوله هاخد هاخد عدد من قرر ان كل معسكر يبقى عنده 4 حراس مرمى و20 لاعب واخد قرار الموضوع منتهي لاعب واربع هو الحقيقه واضح ان هو بيشتغل بشكل معين ان هو دايما بيدي الموضوع بمعنى ان كابتن الجمعه حتى في تصريحاته اتكلم على ان المنتخب الوطني هو قائد المنتخب الوطني في مباراتي ليبيا محمد صلاح مهما كانت الامور ومهما كانت بس مين اللي قال ان احمد فتحي اعترض لا انا ما حدش قال ان احمد فتحي لا هي الناس بتقول لك احمد فتحي وهيعترض احمد فتحي يعني انا مش عايز اتكلم انا تواصلت مع هيروح عادي جدا والموضوع عادي بس بعد الماتشين هيتكلم بس هو الراجل بيقول ان انا بشعر بحسيت الموقف وان احنا لازم نكسب الماتش لما نعدي بليبيا هنتكلم بالنسبه للموضوع المهاجم برضه يا كابتن نفس الموضوع هو احمد حسن كوكا هو راجل شاف في البرتغال اوكي وعارف كويس جدا اوكي تمام ممكن ممكن هو شايفه وعارفه وعارف كويس جدا مع المدير الفني بتاعه في البرتغال المدير الفني بتاعه دلوقتي في تركيا فهو كوكا اختياره هو واصرار منه هو مصطفى محمد يلام على الجهاز الفني السابق انه ما دونش وعمل تقرير حتى لو انت اخلت حتى لو انت تعرضت للاقاله لازم تقدم لا تقرير. بس كابتن حسام البدري مع الاستاذ يعقوب السعدي قال ان يعني برأ مصطفى لا بس محمد. كابتن سيد معوض ما كابتن سيد معوض ما برأش لكن الكابتن حسام مصطفى ما برأش يعني فهو اختياره هو اختياره برضه في المهاجم كان وجهه نظره كوكا مصطفى محمد محمد شريف الفتره دي مش هيكون معايا لكن بعد كده هو قفشه موجود معايا والكلام ده هقوله بكره على فكره هقول ان الاثنين دول الفتره الجايه معايا بس هم عشان الماتشين بعت القائمه المبدئيه للبطوله العربيه فيها قفشه وشريف فيها قفشه وشريف فيها 13 لاعب من الاهلي يعني تقريبا فيها التشكيل الاساسي واثنين احتياطي يعني كان ناقص يضم ديانجو وعلي معلول و صحيح على رايك ده كمان فيهم 5-6 بيلعبوا من من الافارقه طيب استاذ محمد برضو لو رحنا واتكلمنا عن المحترفين اللي بيتم استدعائهم للمنتخب هل حضرتك شايف ان كلهم مؤهلين للعب للمنتخب الوطني خلال الفتره القادمه ده سؤال فني يعني لا طبعا يعني طبعا انت لو بصيت عليهم واحد واحد عندك محمد صلاح لا خلاف عليه هيطلق طبعا رقم واحد في العالم واضافه كبيره جدا لا خلينا نختلف على محمد صلاح لا مش نختلف على لكن انا اختلف على يعني بص طبعا عويس قال كلام مهم جدا عن كوكا انا بتفق معاه فيه ونختلف ان كوكا يبقى مهاجم مصر رقم واحد يعني أوكي. لان كوكا لم يسجل حضورا مع منتخب مصر في اي مناسبات ولم تكن له بصمه على الاطلاق مع كل المدربين مع استدعائه من جانب كل الناس في كل المناسبات يعني يعني دايما ما بيشيلش منتخب مصر يعني مش موجود الفتره دي كمان مصطفى محمد بعيد عن الهدفين اللي سجله النهارده بقاله فتره كبيره جدا بعيد بس رجوعه مكسب لمنتخب موجود مصر طبعا موجود حقيقة. لا رجوعه للتهديف يعني ايوه مجروره للتهديف مع تحفظ شديد جدا على انضمامه للمنتخب طبعا كلنا قلنا راينا في هذا امر مرفوض تماما وامر لا يليق بمنتخب مصر حتى لو دخل بطوله كبيره جدا انا بتكلم على جانب اخلاقي كان لابد ان يكون لاتحاد الكره المصري موقف واضح ومشدد وعقوبات على مصطفى محمد وتحقيق واظهار المشهد اللي احنا شفناه ده الغير لا كان موجه لناحيه مين حتى لو كان الكابتن حسين البدري تبرأ منه وبرأ حتى لو ضد حكم المباراه لازم كان حتى كان ضد حكم كان المفروض لابد يتم توجيه اللوم لابد فيه. يتم توجيه اللوم عليه ويبدو متعاقب وكنا نشوف ده بشكل واضح جدا لكن ان يتم استدعائه بمنتهى السهوله ويقعدوا يرموا والحقيقه لولا وجود احمد حجازي والحقيقه لازم نشيد بدور احمد حجازي كقائد حقيقي بقى لما تتكلم على الكباتن فاحمد حجازي كابتن بجد لولا وجود احمد حجازي في المشهد لو عدنا المشهد تاني وجود احمد حجازي انقذ منتخب مصر من مشهد لا يليق فضيح بمنتخب مصر لانه اللعيب كان رايح يشتبك مع حد ما حدش عارف كان هو مين يعني كان رايح يشتبك مع حد لولا وجود احمد حجازي وسيطرته على مصطفى محمد وهو ده اللي انا قلته في بدايه كلامي على موضوع اشاره الكابتن اشاره قائد المنتخب الشاره بتتحط على ايده طبعا انا مع ان اصل برضه لعيب بقاله 20 سنه يعني من حقه ان هو يبقى منتخب كابتن منتخب مصر وجهه طبعاً. نظر يعني من حقه ان هو يبقى كابتن منتخب مصر ولكن القياده الحقيقيه زي ما عويس قال ان احمد حجازي انقذ مصطفى محمد من شيء كارثي وبالتالي قياده منتخب مصر معروفه مين 1 2 3 فمحمد صلاح مليون في المية هو قائد من قادة منتخبنا الوطني طبعا يعني. طبعا محمد صلاح الموضوع القائد ده موضوع كبير جدا كان وجهة نظر وقناعات ان محمد صلاح هو القائد بتاع منتخب مصر في اللي عمله محمد صلاح ووصل له يلغي حاجات كتير جدا معايير كتير جدا كنا بنعتمد عليها هو جزء منه تكريم يعني اصل انت دلوقتي قدامك يا استاذ محمد حاجه عالميه عالمي. محمد حاجه عالميه انت عندك دلوقتي حالتين اصعب من بعض حاله احمد فتحي كنجمه احد نجوم مصر احمد فتحي بيلعب لمنتخب مصر من 2002 يعني محمد صلاح كان عنده 9 سنين
فالحالتين مرتبكين شويه، ولكن ما فعله محمد صلاح في كره القدم يستحق على الاقل ان احنا نكرمه كان الموضوع قوي يا خالد ان احنا ممكن نسال، يعني الموضوع كان ابسط ان احنا ممكن نسال احمد زي ما حصل او زي ما اتقال. انت عبد الحكيم انا كلمته عبد الحكيم كلم احمد فتحي، ما اللي قبله احمد فتحي دلوقتي قبله عشان اللي حصل فيه قبل كده. احمد فتحي تم استطلاع او مش استطلاع رايه لما عرف ان الموضوع هيتسال فيه ان محمد صلاح بيتم الترتيب. احمد فتحي ما حدش اتكلم معاه على فكره في الموضوع ده، لما عرف ولك لما عرف هو اتبلغ ان انت هتبقى موجود في القائمه، لكن ما حدش اتكلم على فكره. كل اللي بيتقال ان هو قالوا له هتيجي بس ما اتكلمش على بتاع دي. ما انا ما اتكلمش على ده، بتكلم على قبل كده. استبعاد سبق استبعاد احمد فتحي مع كابتن صالح بدري طول الفتره اللي فاتت كان علشان هو رافض ان محمد صلاح يكون قائد المنتخب. انت بص احنا دورنا احنا ان احنا نوثق اللي حصل. هل هو كان رافض؟ طب ودلوقتي وافق ليه؟ طب انت واضح جدا. طب خلينا نسمع عبد الحكيم لانه هو كان وافق من الاول. خلينا نسمع عبد الحكيم عويس لانه عنده واضح ان هو عنده معلومات من مكالمه مهمه. احمد يعني. فتحي شايف ان الفتره دي فتره صعبه جدا ومش منطقي ان انا اروح اتكلم على شرط قياده وانا عندي ماتشين يعني مصيريين جدا ان هم يكونوا خطوه ان انا اروح للمباراه الفاصله عشان تصفيات كاس عالم، وانا راجل بقالي 20 سنه بلعب منتخب والناس كلها عارفه ان انا راجل بشتغل بجد، مش منطقي ان اروح اسير ازمه. انت اخترت صلاح اوكي، لكن لو هو عن قناعاته الشخصيه لا، هو مقتنع تماما ان هو يستحق قائد الفريق ومش موافق. وبعد ماتشين ليبيا هتبقى على برضه على تصلح دي معلومات. طبعا معلومات مؤكده. هو مش بعد يعني قناعاته من جوه، قناعاته من جوه لا، هو عايز يكمل ومش هيتكلم في شرط القياده لا انا بعد اذنك طبعا استاذ لا دلوقتي ولا مستقبلا. هو عايز كل واحد ما خلينا بقى خلينا نشوفه ما انا بقول لك نعرف مين الصح. ده معلومه هو ده توقع. لا مش توقع، معلومه. لا انا معلومه بالنسبه هو عارف ان هو قال لي الكلام ده ماشي. هو مش هيتكلم، وهو امنيه حياته ان يساعد منتخب مصر ان يكون في كاس العالم ويلعب كاس العالم المره الثانيه، عشان حاجه انجاز ان يمكن يحسب في تاريخ احمد ان اللاعب الوحيد اللي لعب 2 كاس عالم. احمد فتحي كان كابتن منتخب مصر في كاس العالم قبل مشاركه الحضري. مظبوط. فهذا يكفي اعتقد ده صحيح في دي حاجه. وبرضه انا بالمناسبه يا كابتن اعتقد يعني بالمناسبه كابتن أتوقع. فيما يخص موضوع الجهاز الفني السابق هو اتكلم ليه، هو حس ان دي مجرد عارف حضرتك لما انا اقول عشان يمشوه ان اتلكك. انا مش عايز اتكلم بس عشان بس هو حد اتكلم معاه من الجهاز الفني السابق اتكلم معاه بس هو طبعا. حاسس ان كان في توجه معاه طبعا معاه طبعا هو حاسس ان كان في توجه بما يشاع على الكابتن حسام ان هو ما بيحبش اللعيبه الكبيره في السن شويه، فهو كان حاسس ان انا بحط لك الحته دي عشان ما اخدكش معايا، بس انا عايزك تقول لا، عايزها تيجي منك. لكن هو لو اتقال له اهميه المرحله واحنا 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 حضرتك طبعا عشرت كابتن احمد فتحي يعني احمد جميل طبعا هو شخصيه تكسبه كويس. انا مش عايز اتحط في موقف ان انا بدافع عنه، بس الحقيقه ان احمد فتحي طبعا يهمه ان يكون منتخب. لا حضرتك بتتكلم عن معلومات، انت ما بتدافعش. معلومات واحد ثلاثة من مكالمه مهمه يعني. حس فتره من الفترات ان هو عايزينك تمشي، لكن احمد فتحي يرفض ان يكون موجود في منتخب مصر مستحيل مستحيل. وفي حد يرفض؟ مفيش حد يرفض. في فرق انه يرفض التواجد طبعا. لا ما مش يرفض ده، وفي فرق انه يرفض او طب انت معلش يا خالد عشان انت بس لو انت مكان احمد فتحي لو انت رايح والمفروض ان انت عارف ان انت كابتن منتخب مصر وفي المعسكر ورحت ومحدش اتكلم معاك في حاجه وفجاه لقيت ان عبد الحكيم هو الكابتن، هتعمل هتمشي وتسيب المعسكر ولا هتكمل؟ لا طبعا بس خلاص هو ده التفكير الطبيعي لاي شخص. وبعد ما تخلص الفتره اللي احنا فيها ماشي. نقدر نتكلم او ما نتكلمش بس خلينا نتفق يا كابتن. هو راح لعب عبد الحكيم. عبد الحكيم ده لاعب عالمي بيلعب في ليفربول اسطوره طبعا، يلغي كل معايير. عبد الحكيم مين؟ عبد الحكيم بيلعب في الاهرام. انا بلعب في الاهرام. فانا من وجهه نظري ان محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولا وجهه نظر على فكره وخارج المعايير على الاطلاق، وشرف يعني طبعا شرف محمد صلاح ان يمثل منتخب مصر، واحنا بنفخر ان محمد صلاح يبقى كابتن منتخب طبعا مصر. بقول لحضرتك النهارده وانا قاعد بتفرج أنا بقول لك طبعا قبل ما تقول وجهه نظرك النهارده واحنا قاعدين بنتفرج والله العظيم ثلاثه لما جاب الجون. اصل هو بص لما بتلاقي لعيب وحش طول الشوط وبعدين عمل باص حلو لماني وجاب جون اتبسطت وكل حاجه، لكن لما هو كمان يجيب جون وبالشكل ده كنت حضرف في الحيطه. لا حاجه ميسي بواتنج حاجه ميسي بواتنج يعني كلنا انا كنت هخبط في الحيطه من الفرحه. مبسوط يعني مبسوط ان هو مصري بيعمل كده. انا من وجهه نظري ان لما يكون في نجم زي احمد فتحي، كل التقدير لاحمد فتحي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، ان لما تبقى حاجه زي كده ده انا ده هو كابتن بيراميدز دلوقتي. لا لما كان موجود في النادي الاهلي يعني. لا هو كابتن بيراميدز على فكره عبد الله السعيد ماشي. انا اعطيها عن طيب خاطر، مش متابع اصلي وكان نفسي يعني انا اعطي دي لان محمد صلاح عن طيب خاطر، وانا بقى سعيد بده وحجازي عمل ده والسوليه عمل ده والنني عمل ده لما عملوها معاه، فاعتقد ان الامور محسومه، واعتقد ان كيروش حسمها
محمد صلاح قائد منتخب مصر. انت مع ولا ضد محمد صلاح ان هو يكون كابتن منتخب مصر؟ انا ببصم بالعشر عليه خالد في كلمتين. انا بحب محمد صلاح انما انا مع النظام والمبادئ. أويس. لا ما لا لا ما نظام مش ضد المبادئ بس انا ضد المبادئ. لا ثواني لا ثواني انا ممكن اش لا اصل الكابتن اسامه قال لي كلمتين انا عندي وجهه نظر انا بس عايز اكمل انا كنت نفسي اجي لك عايز اوصل منتخبات عالميه في منتخبات عالميه ولاعيبه عالميه على مدار التاريخ كنا احنا بنقعد نتفرج وعلى فكره بيعملوا برضه اللي بيعمله محمد صلاح كنا بنقعد نتفرج تلاقي اشاره الكابتن مع حد انت ما تعرفش اسمه. لا ما بص لا 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 في نظامين في نظامين في الكوره على مستوى العالم كله يعني يعني ما هو هندرسون في ليفربول كابتن على ميلنر اقدم منه بكتير بس هي الفكره ايه انه في نظامين في الكوره يا اما بتديها باختيار المدير الفني يا اما بتديها بالاقدميه فانت تحول الفني واللاعب احنا عمرنا بنعمل ايه لا ما هو انت وانت خلاص انت المدير الفني دلوقتي قرر من هو المسؤول عن المنتخب المصري كره القدم كارلوس كيروش قرر ان هي تبقى باختياره فخلاص ما هو انت بتقول المبادئ وانت قلت مبادئ وايه والنظام ما هو كيروش اللي حط النظام ما ده بقى مبادئ كيروش النظام. ورث النظام من حسام البدري لا بس هو اختار لا بس هو على فكره على فكره بس ده كان يعمل ازمه عايز اقول لك حاجه انا كيروش بالنسبه لي هايل جدا طبعا مش عشان ساعده في كده حسام لا مش عشان حسب برافو عليك برافو عليك لانه حسب الكابتن حسام لم يحسب الموضوع كابتن حسام وداه لا لانه كان بيدير مفاوضات في الخفاء بس كل المذاكره موضوع صعب يجب ان يكون هناك لا بس يا كابتن بنتكلم عن يا كابتن منتخب مصر لا بص يا كابتن كيروش جه لقى محمد صلاح لاعب في حته تانية خالص فانا ما ينفعش كان يقدر ياخد القرار لا لا يعمل كده يعمل القرار اتاخد لو كيروش موجود كان حسام بدري كانت هتبقى صعبه وبالمناسبه بس انا عايز اقول لصوصه حاجه عمرو السليه ومحمد النين والناس دي خافوا ان هم يرفضوا يتقال ان انت ضد محمد صلاح ويحصل لهم نفس المصيبه ويحصل لهم نفس حسام بس السؤال بقى بعد يعني محمد صلاح دلوقتي مثلا الماتش بقى 4-0 وقرر كارلوس كيروش يطلع محمد صلاح الشرط القيادي لو احمد فتحي هيلعب هيدي شرط القياده هترجع للاقدميه تاني هترجع للنظام هو ده سؤال مهم جدا على فكره يعني مهم جدا برافو عليك والله ولا هترص ولا هترص خمس كباتن اكيد هو هيبقى محدد بناء على ايه بقى لازم بقى ايه يعني لازم بكره يتسال في حد من الزملاء الصحفيين اللي حضروا مؤتمر بكره يسالوا السؤال ده كده انا هحط محمد النين رقم 2 بعد محمد صلاح بعد محمد صلاح على فكره ما هو ماشي ما هو قد يكون بس يكون منطق بس يكون في شكل نظام هو قال لك اللي بيحط النظام دلوقتي هو عاوز جاوب على الموضوع هو اللي بيحط النظام دلوقتي مين دي الفن كيروش يعدد مش انا ولا حضرتك ولا يا كابتن مش كيروش اللي حط النظام كيروش ورث من حسام بدري كيروش لو كان موجود هو ما كان حسام بدري ما كانش القرار ده يتاخد هيقول لك العرف الاجانب دي هقول لك العرف اللي ماشيين عليه ايه هشتغل على العرف اللي موجود عمره ما كان هياخد القرار ده بص عشان ابقى صراحه وبدون ذكر اسم الجهاز الفني السابق عمد الى تغيير الرؤيه العامه اللي متاخده عن علاقته بصلاح بان انا اجامله وادي له شرط القياده انا بقول كده على مسؤوليتي الشخصيه ان كان الواضح للناس ان كانت علاقه محمد صلاح بالاتحاد الكوره وبالمنتخب او بالجهاز الفني علاقه متوتره هو حب يلطف العلاقه بان انا ادي له شرط القياده لو كيروش كان موجود كان هيقول لك العرف اللي موجود ايه الاقدم ياخدها الاقدم وهو دلوقتي لو كان قال كارلوس كيروش ان الاقدم هو اللي ياخدها والعرف اللي موجود ايه ولا كان ايه اللي هيحصل ولا حاجه محمد صلاح هل محمد صلاح اعترض في يوم من الايام على ان هو يكون كابتن منتخب مصر او مش كابتن طلب والله لا انا عارفه ان لا ما طلبش لا طلب انا عارفه من كل التحركات دي هتحصل ليه يا كابتن من لا لا ما هو لا ملك اكتر من الملك نفسه ما حكيم واجب قال الكلام ده قال تلطيف اجواء تلطيف كومبريمو يعني احنا ايوه لا ملك يعني ملكيه اكتر من الملك نفسه على فكره القواعد هم كانوا بيطلعوا احد المسؤولين في اتحاد الكره السابق طلع وقال لك صلاح ما بيردش علينا يعني الكلام ده مش بقول انفراد ولا اقول اي حاجه ده طلع على الهواء انا عايز اقول لك حاجه بس عشان الموضوع ده تحديدا وبرضه هي معلومات وقد تكون المعلومات الثانيه اتقالت لك من قصه ثانيه من اتجاه ثاني انا كان عندي علاقه جيده جدا مع مجموعه كبيره من الجهاز الفني السابق وزي ما عندي علاقات جيده مع مجموعه كويسه من اللي موجودين دلوقتي كلنا واحد يعني انا في الاخر بقول لك على معلومات ان محمد صلاح لم يطلب على الاقل في الجهاز اللي فات مش هقول لك اللي قبله ما ان انا عندي معلومه برضو في ان الجهاز اللي قبله ما كانش طلب هو ما طلبش بشكل مباشر محمد صلاح لم يطلب اطلاقا ان يكون قائدا للمنتخب استنى يا كابتن اوضح بس استاذ عويس اوضح يعني بص يا كابتن معلش اوضح عشان النقطه دي اوضح النقطه دي انت بص مش هتطلب تقول انا عايز ابقى كابتن فريق بس تعمل شويه حاجات مع بعض لما تجمعهم وتحطهم في خلاط يعني تحطهم في خلاط وتطلعهم يبقى انت عايز كابتن فريق طيب هنكمل كلامنا ولكن القادم هنتكلم عن شكل
الدوري العام المصري بعد تصريحات الاستاذ او اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم الرابطه والاستاذ احمد دياب والاستاذ شريف صالح عضو الرابطه. هنتكلم عن كل هذه الامور ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ويعني يا ريت نتناقش بقى احنا الاربعه، مش هقعد الف اللفه هي خلينا نتناقش في هذا الامر لانه امر مهم جدا. هل حضرتك مع ان شكل الدوري او خلاص هو تم الاستقرار على ان شكل الدوري في الموسم القادم 34 فريق بنفس النظام وبنفس الشكل، على الرغم من حتى الان لم تصل لاي نادي من الانديه اي لائحه بتقول شكل الدوري شكله عامل ازاي؟ لائحه نظام يعني النظام الدوري، وان هو بنفس النظام القديم اللي هو الدوري المعتاد التقليدي اللي اعلنوه لغايه دلوقتي. لا انا مش معاه، اوكي انا ضد هذا النظام، لان ده يعني احنا كده بنلف في دايره مغلقه، وان الازمه اللي موجوده فيها الكره المصريه وازمه المباريات وازمه الاجهاد والحاجات اللي احنا بنعاني منها كلها هتمشي ماشيه معانا سنه واثنين وثلاثه جايين. كان لابد من عمل موسم استثنائي يتم حسم. انت بتتكلم دلوقتي احنا لسه الدوري بتاعنا هيبدا 25 اكتوبر. هتكون الدورات في العالم دخلت في الاسبوع من 10 ل 15 اسبوع واحنا لسه ما بدناش الكوره اصلا عندنا. فطبعا عمليه كارثيه جدا بالنسبه لنا كدوري مصري. انا وجهه نظري كان لابد من دوري استثنائي والانديه كلها تتفق على ده وتضحي من اجل مصلحتها ومصلحه لاعبيها ومصلحه الكوره في مصر، بس ان احنا ننهي مبكرا ونبدا بقى بعد كده. احنا كده قدامنا 3 4 سنين يعني هنحاول كل سنه نقلل اسبوع من المسابقه علشان نقدر نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. فانا شايف ان الوضع اللي احنا فيه ده وضع غير لائق وغير مناسب الحقيقه. مرفوض يعني مرفوض طبعا، لان احنا ايه اللي مرفوض؟ الدوري بالشكل ده. اوكي. لانه هما بيعلنوا بيقولوا ان الدوري هيبدا في اكتوبر ويخلص في اغسطس، ده عمليا مستحيل. 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 يعني ده مش هيحصل. ثم انا شايف ان ممكن ده ما يحصلش اصلا. بمعنى انا شايف ان ممكن اللجنه الموجوده ما تكملش ولا المجلس الموجود ده يكمل. يا حبيب قلبي بس الدوري على طول متشائم في موضوع اللجنه. انا صح. اللجنه مش هتكمل. مش هتكمل. لا اللجنه مش هتكمل. اللجنه مش هتكمل. اللجنه على الحلقه دي مش هتكمل. هو انت يعني انت قلت انا صح وكل اللي انا قلته حصل، اللي هو ان اللجنه اتشكلت واللي هي بقت مسؤوله عن الدوري وانها هتبقى مسؤوله عن النقل التلفزيوني وهتغير شكل النقل التلفزيوني وهتبدا في مفاوضات. هو في دوري بدا؟ في حاجه اتغيرت بالشكل ده؟ هو في دوري؟ مش حاجه اتغيرت. هو فين؟ على فكره انا لما قلت انا لما قلت بحب ان اللجنه دي ان اللجنه دي حاجه اتغيرت وفي دوري. لا مش غير حاجه. اولا بص، مفيش تغيير حصل يا عم. هو انت دلوقتي في دوري مفيش حاجه اسمها في العالم دوري من دوري من دور ونص ومن دور وربع ونلعب الثمانيه اللي فوق مع التسعه اللي تحت. الحقيقه ده كان اسمه هزار. يا تلعب دوري يا تلغي الدوري خالص، يعني تلغي بطوله الدوري تماما وتلعب بطوله. ما عملتش قبل كده دوري مرتين. لا معاك في موضوع. ما عملتش قبل كده دوري مرتين. ليه؟ ما يبقى عندك استثناء. ده حاجه استثناء. ما هو دوري عشان دوري مرتين ده ما كانش دوري. ما عملتوش؟ ما كانش دوري. انا وجهه نظري كنت لغيت الدوري خالص. امال الحاج عامل ايه؟ وتعمل ايه بقى؟ كان وتعمل كاس زي كاس الاتحاد كده. هتلعب السنه كلها كاس الاتحاد. كاس الاتحاد اللي عمله فاكر اللي عمله محمود الجوهر الله يرحمه. طب نسمع بعض عشان الناس. كاس الاتحاد فاكر كاس الاتحاد اللي عمله في سنه 90 لما لغينا الدوري؟ انا معاك. وتبدا تاني في شهر 7 تبدا دوري او 8 اللي جاي، تبدا دوري محترم كامل لانه انت بتدفع تمن كل اللي حصل في السنين اللي فاتت. تمام. انا بس خلاص ما هيش في خسائر. ما هو الدوري ودوري ونص ده ما فيش خسائر. وفي رعايه وفي. طب ما هو الدوري ممكن دوري مجموعتين برضو يؤدي الغرض. دوري مجموعتين هتقلل الاسابيع. دوري مجموعتين هتقلل الاسابيع اللي موجوده. هتلعب اولا تسع فرق وتسع فرق هتقلل الاسابيع. تمام. طب مين اللي قال لك ان التسع دوري؟ هو يعني ايه كلمه دوري؟ معروف عارفين يعني كل الفرق تلعب مع بعض. طالما هتحدد بطل دوري على دوري مجموعتين بس ده مش بطل دوري. ماشي بس هتحدد بطل. ما خلاص استثنائي الغيه. اعتبره ملغي. خلاص ما تحسبوش. بس مع بعضيها ما تحسبوش في هيبقى موسم كده بين قوسين. بين قوسين هتحدد التسع فرق اللي راحوا هنا ازاي؟ الدوري طيب. الدوري في فرق هتطلع بره خدوا مجموعتين نلغيه. لا ما تلغوش. ما هو طب ما هو يا جماعه ما هو حسب ساعتها ما كان استثنائي. ما هو انت طب ما نعمله برضه استثنائي. ما هو انت هتفضل تعمل استثناء غلط. يعني انت عشان عملت استثناء مره غلط. طب افضل اتمادى في الغلط دلوقتي لحد ما بقول لك يا تعمل دوري يا تعمل دوري عام. هو الحاج عمرو حسين معتكف بقاله 8 ايام عشان يطلع بنفس نفس لا ما هو طالما نفس الموضوع. اولا انديه الدوري رفضت الدوري الموسم الدوري ودوري ونص ده. ده شغال من 18 والاهلي والزمالك طلبوا دراسه 11 وما استنوش يدرسوا. يعني دوري كده كده اعلى 11 للاستاذ احمد عويس. دور الرابطه ان هي تاخد اصوات الانديه
ولا الأندية بعد إذن الإدارة لو تقدروا تسمحوا لي بعشر دقايق زيادة يعني عشان بس نكمل هذا النقاش لأنه نقاش مهم جدا ولا دور ولا دور الرابطة اللي تم تفويضها إن هي تدير المسابقة دون إبداء آراء من الأندية هو ده لو أنت ولو أنت عاملها عشان تصويت وترجع للأندية ما كانش يبقى موجود أحسن وتسيب الموضوع مع الصحورة صح إنما كان يبقى فينا إحنا قلنا تاني هذا العام هو عام استثنائي للرابطه لا 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 انا كان سنه عام استثنائي للدوري لا الرابطه خلي لي الدوري داخله الرابطه داخله زي ما بنقول يا جماعه انت لما بتشتري عربيه بتاخدها وتنزل بيها على المحور ولا تتعلم السواقه هم بيتعلموا السواقه في الدوري السنه دي هم انتخبوهم من اسبوع النهارده انت بتقول له غير شكل الدوري عشان الرعايات تخسر عشان الانديه تخسر عشان كل حاجه تخسر فالحقيقه انت بتطلب منهم المستحيل في 5 ايام فهو مضطر ياخد تصويت الانديه لانه مش هيقدر يجبر الانديه هم كان اللجنه واعتقد حكيم علي لازم يجبر الانديه كانوا ولازم يجبر كان رايهم الامثل ان هو الدوري دور ونص ده اللي هو يعمل دوري من دور واحد وياخد الثمانيه الاوائل يعملوا دوري والعشره اللي تحت يعملوا دوري كل لاعب حاجه يا كابتن ايوه لا مش كل لاعب بعض الكلام الاستاذ عويس بالمناسبه الفكره دي وبعدين لما تاخد الثمانيه اللي انت خدتهم تحت دول هتاخدهم ازاي هل هتاخدهم بنقاطهم في الدوري اللي اتلعب دور واحد ولا هتاخدهم ولا هتاخدهم وتبدا من زيرو فممكن الثامن اللي طالع الثامن ياخد الدوري وانا بقى عامل نقط وعامل تصور كده التصور كان فيه جزء ثاني مختلف عشان نوصل فتصور يعني ما كانش واضح قوي لانه الانديه نفسها ما وصلهاش التصور ده فقال لك لا نلعب دوري الدوري لو انتهى في اغسطس زي ما هم قالوا اغسطس 31 اغسطس انا مش اتحدى انا بقول لك لو انتهى ازاي بقول لك انت عندك كاس عرب كاس امم تصفيات كاس عالم انت هتبدا كوره كاس عالم هتبدا كوره منتظمه في ابريل اني ابريل اللي جاي يعني الكوره المنتظمه انت عندك خلص علينا عندك اكتوبر نصه ماتشين ليبيا عندك نوفمبر نصه ماتشين انجولا والجابون عندك ديسمبر كاس العرب من 30 نوفمبر لحد 18 ديسمبر عندك بعد كده 26 السوبر بتاع الاهلي عندك يناير كل ماتشات كاس الامم الافريقيه كاس العالم للانديه كاس العالم للانديه في فبراير الاجنده الدوليه من يوم 27 ديسمبر بتاعه المنتخب عشان يروح يلعب كاس العالم كاس الامم عندك يناير كله طاير في كاس الامم الافريقيه عندك فبراير كاس العالم للانديه 12 يوم على الاقل كاس العالم للانديه في ابو ظبي ماشي طب الدوري اكيد هيخلص على مارس عندك ان شاء الله لو ربنا كرمنا ماتشين البلاي اوف بتوع كاس العالم اذا ندخل في الكوره ده غير بقى ايه غير دور المجموعات للانديه في دوري ابطال افريقيا بس عايز اوضح نقطه معلش ثانيه واحده بس ممكن اسمع بحكيم بص يا كابتن فيما يخص موضوع الشكل العام للقرعه هم كمداولات داخليا بينهم كان قدامهم اقتراحين تانيين بعد الانديه ما رفضت انك تلعب بالشكل ده هم قدموا للانديه مش قدموا هم اتناقشوا من بعض قالوا لهم عشان السنه دي نعديها هنلعب شكل هنلعب ال 18 نلعب من دور واحد تمام الثمانيه الاوائل يصعدوا يلعبوا دوري من مجموعتين بس هياخدوا النقط بتاعت ماتشاتهم مع بعض مش هيطلعوا زيرو نقط هياخدوا نتائج مباراتهم مع بعض لكن العشرة تين هتخصم النتائج بتاعتهم هتبقى بره الموضوع هياخدوا نتائج الثمانيه مع بعض كل واحد عشان يبقى كانه دوري من دورين بين الثمان فرق بين الثمان فرق العشر دي حاجه مثلا تطلع في نقطه مهمه جدا يعني الاعتكاف يجيب حاجات زي كده اللي انت تقعد وتدور انما تجيب نفس الحلول طب احنا لا للامانه هو نفس الحلول يا جماعه معلش هو نفس الحلول في النهايه احنا كل اللي بنتكلم فيه بس ده بس في نقطه ثانيه يا كابتن قبل بس ما تقول النقطه الثانيه لانه مشاركني في الموضوع اتفضل انه خلاص 11 نادي مش موافقين لا مش بمزاجهم يا كابتن في رابطه مين قالوا ندرس حضرتك هي الرابطه دي لا معلش خلينا نتكلم بالمنطق هي الرابطه دي مين اللي جايبها ليه عشان ايه عشان ياخدوا رايهم كل شويه طب امال عشان ايه لا عشان يديروا يديروا مسابقه لو انا حاسس هو لازم حاجه في اللائحه ما خدوا بالكم يا جماعه شكل الانديه دي لازم تاخد رايها عشان الفلوس عقود بس الفضائي الاهلي عنده 500 مليون وفي حاجه مهمه جدا انت ما خدتش راينا الفلوس هتخصم منك اللجنه في لائحتها لا تستطيع تغيير شكل مسابقه الدوري العام دون الرجوع للاتحاد المصري لكره القدم او الجمعيه العموميه انت غير شكل الدوري طب كده اقفل الحلقه ونمشي انا بتكلم في تاني تاني هقول لك ما هو تاني يا جماعه كده ضمنت دي لجنه مش ضمنت لا ده قفلت ما احنا قلنا دي لجنه جايه عشان معلش برضه عشان برضه نفس الموضوع اللي في دماغي ما هو ده برضه نفس الكلام يا عويس انا النهارده شفت تصريحات اللي هو ثروت سويلم واتكلمت عنها حتى في البدايه قال لك احنا
الانديه هنطلب من الانديه او مش هنطلب، الملاعب اللي هتلعب عليها الانديه يجب ان تكون مجهزه بشكل معين علشان البث التلفزيوني يصبح بجوده اعلى. طيب نادي زي اي اكس من الانديه اللي يا دوبك ممشي نفسه بيأجر النادي الفلاني في الحته الفلانيه ب 10 جنيه. فجه الاتحاد قال له لا مش هتلعب هناك هتلعب، او جت اللجنه او الرابطه قالت له مش هتلعب هنا هتلعب في استاد القاهره. طيب الفرق ما بين استاد القاهره والاستاد الاكس ده اللي هو كان ايه على قده 20 جنيه، مين اللي هيدفع ال 20 جنيه؟ ومين اللي هيعمل ايه؟ انا ليا وجهه نظر في الموضوع ده. اصلا كل اللي كان، حتى كان في بعض الناس طلعت تتكلم تقول لك الاهلي كان بيلعب في المكان الفلاني واحنا بنلعب في المكان الفلاني، الماتشات بدون جمهور. ماتشات ممنوع اللي بيحضروا فيها 25 واحد. مش القصه مش في الجمهور. اوكي. القصه في الفارق 20 30 الف جنيه يا كابتن. ما هو مين في، ما هو 20 30 الف جنيه في 18 ماتش او في 9 ماتشات. برضه بمبلغ ب 100 لا بمبلغ. طب وانا انا كنادي مش هقدر ادفع، انا بدفع للانديه وزاره الرياضه بتتحمل كتير. ده هيرجعك اوكي. لا 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 ده هيرجعنا لايه؟ هيرجعك ده ولا بطولات الطاوله؟ ان الملاعب اي فريق عندك الدوري الممتاز يكون عنده ملعب. ده كان في بتاع لا دي قصه ثانيه. من الانديه المحترفه يجب ان تكون عندها ملاعب سواء مؤجره او يبقى عندك ملعب ومعروف. ما انا ماليش دعوه بيك بقى، بس يعني انا اقصد ده دوري المحترفين بقى المفروض انك اللي احنا مش عارفين نطبقه من بقى. على فكره انا في موضوع الرابطه ده عكسك بقى تماما. انا شايف ان الرابطه مش، انا شايف ان هي خطوه كويسه. لا والله انا شايف ان هي خطوه كويسه جدا لما تبقى رابطه. خطوه كويسه جدا. تصوراتهم هم كده، وتصوراتهم في اللي بيتقال ده على فكره هي تصورات كويسه، بس ما ينفعش اطلع اقول كلام زي ده في ظل ان انا عارف ان في انديه هتطلع تقول لي ما لو يعني هتطلع تقول لي طب انا هدفع فرق الفلوس اللي انت عايزه ده ازاي. هم ورق على فكره انا ما حدش قال لي كده. عشان كده بقول لما تملك انت كرابطه، لما تملك انا متفائل جدا، انما هو مش ما فيش اليات يعني بيمشيهم ولا الناس تبدا تديهم الياتهم تديهم اليات. ما هي الاليه بالممارسه يعني هم بيتضربوا كتف من هم الناس هم انت لو سمعت المداخله بتاعه المهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم وهما بيقولوا ان احنا هنعمل تصورات كويسه جدا وهنغير شكل المسابقه وبنعكف او المهندس او الحاج عامر حسين معتكف علشان المسابقه. فطلع في مداخله قال لك، طلع الموضوع بره تماما خالص، قال لك فلان الفلاني صاحبي وصديقنا وفلان الفلاني صاحبنا وصديقنا، احنا ما بنتكلمش احنا قرايبك ولا حبايبك، احنا بنتكلم هم هيعملوا ايه. فقال لك وفي النهايه هم مش في ايدهم تغيير شكل المسابقه. بص يا خالد، بس الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه تملك اي حاجه. الجمعيه العموميه تملك اي حاجه، وال 18 نادي هم الجمعيه العموميه للبطوله دي. بص بالظبط، فالموضوع منتهي يعني لو 10 من ال بس عشان ننصف حاجه يا كابتن اسلام، الناس دي اللي جايه للامانه والله انا اقسم على فكره انا معاك والله. انا الرابطه دي على فكره المجموعه دي لو الناس اديتها فرصه تشتغل للامانه والله عاملين افكار كويسه جدا. على فكره الاستاذ احمد دياب وكابتن عماد والاستاذ شريف صالح واللواء ثروت واللواء صفي خلاص افاضل كلهم واللواء عامر كل ده جميل. كابتن عامر كلها ناس محترمه جدا وكل حاجه وعندهم افكار يقدروا يتحققوا. هل عندهم سلطات يقدروا ينفذوا يا جماعه؟ هل عندهم سلطات؟ لو عندهم سلطات 10% كتير. طب ما جاي ليه لما بيتحاربوا كتير؟ ده طبيعي على فكره ان احنا نشوف محمد جديد عندهم سلطات 10% فحلوا لا 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 انتم ما عندكوش سلطات فتمشوا ولا نحاول نساعدهم نخليها 11% 20% خلاص جنبهم. انما لا على فكره الكلام ده كلام عندهم مش سلطات عشان يمشوا عشان نساعدهم. ده المقر بتاعهم يا استاذ خالد، المقر بتاعهم الراجل جايبه على حسابه. انت متخيل الموضوع؟ لا بغض النظر بقى على حساب ده مش صح. هو ده صح، ده مش صح، ده مش صح على فكره. طب ما انت مانعهم هتعمل ايه؟ او مش مانعهم، انت بتضايقهم. انت بتضايقهم. لا بلاش مانعهم، انا اسف الكلمه، بتضايقهم عملت يعني تاخد منهم صلاحيات. ما عشان كده بقول لك المفروض. طب خلاص يعني هم خدوا، هم اتحطوا على التراك دلوقتي وقرروا يجروا في السبق، فاحنا نساندهم عشان يكسبوا أنا السبق. انا وجهه نظري كده فعلا. ولا نقرر نقول لهم اطلعوا من السبق؟ لا انا نقدر نقول لهم الكلام في منطقه، او انت واخد كلامي في منطقه ان انا مش عايزهم يشتغلوا. لا طبعا. ما انت عايز ايه؟ انا بتكلم ان اتحاد الكوره يسيبه يشتغل. ما هو اتحاد الكوره اداله اللجنه. لا ما هو انت دلوقتي مش في اتحاد منتخب جاي. لما اتحاد المنتخب يجي ويلاقي لجنه موجوده ولا هيبدا يشكل في لجنه موجوده وبدات تاخد خطوات فيبدا يبني عليها. يعني العميد ثروت سويلة متكلم على موضوع البث. بما انك قريب من الملف ده معلش هقطعك في الجزئيه دي. اتحاد الكوره اللي جاي هيجي على اللائحه الجديده؟ لا القديمه. طيب التعديلات هتتم اصله في الاتحاد اللي جاي بقى المفروض يخليهم بقى لجنه في يعني هيجي على اللائحه القديمه يا عوي في حاجه بس في حاجه ما هو في لائحه جديده بتتعمل وفي تعديلات هتتعمل على اللائحه الجديده على اللائحه الجديده يا جماعه ما هو ثانيه واحده اللائحه الجديده لم يعتمدها الدكتور اشرف صبحي حتى الان ليه اساله هو مش يعني هو طب حد قدمها له اصلا هو مش فاضي من زمان
لم تعتمد حتى الان. اسالوه يا جماعه ما تبصلوش، بتسالوه على فكره لائحه انت قريب من الملف. ما انا بقول لك الصبح تروح تساله يقول لك ما جاتليش لائحه. لا لائحه عنده، بيقول لك ما عنديش لائحه. لا الاستاذ احمد عباس قريب من الملف. انا بقول لك هي عنده وعنده ولا فتره تمام، هو مؤكد معلومه تمام. فدلوقتي بعتوا للفيفا قالوا له ان بعض اعضاء الجمعيه العموميه عايزين يعدلوا على اللائحه، فقالوا لي يعدلوا على اللائحه ليه؟ ما احنا لسه متعدله، متعدله اه ومعموله جمعيه عموميه وتم اعتمادها. لا اصل ما اتنشرتش. فطبعا الحقيقه دربكه وفي جيم بيتعمل عموما. اه خلينا نشوف الايه، خلينا نشوف اللي يحصل الفتره الجايه عشان الناس دي. طب اكمل يا جماعه، طيب اكمل. في جيم بيتعمل وفي اطراف كتيره جدا متصارعه، اعتقد ان هي هتتحسم قبل 30 نوفمبر وفي اتحاد جديد منتخب. نوفمبر ولا اكتوبر؟ لا نوفمبر حتى لو الاتحاد. معلش قبل ما الكابتن اسمه الحرب، مش انت مش عايز تسيبهم، سبت لهم الدوري دلوقتي. لو سبتهم يشتغلوا الحرب اه طبعا مصطلح. لو سبتهم يشتغلوا هياخدوا منك بعد شويه دوري الدرجه الثانيه والثالثه. لو سبتهم بعد شويه ياخدوا منك بطولات الناشئين. لا لا لا، هي رابطه الدرجه الثانيه ورابطه الدرجه كل البطولات ليها بطولات الشباب دي المفاجاه على فكره. لا ال- 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 الشباب كل تبعهم، كل ما يخص المنتخبات والشباب والناشئين البطولات، بطولات دوري الدرجه الثالثه وبطولات الشباب كلها تبعهم. فهم مش هيسيبوا حضرتك يا استاذ حكيم، مش هو ده اللي بيحصل في العالم كله؟ هي الكره لازم كلها تبقى محترفه. انت بتفرغني انا، ما هو انت بتفرغني انا من صلاحياتي، انا كده معايا المنتخب. اللي هو انت مين؟ اللي هو انت الاتحاد يعني؟ اللجنه او الاتحاد، ما هو ده وجهه نظر كده. ما اعرفش بس هو في الاخر انا، ما هو العالم كله يحصل. ماشي كده لان هو رابطه الاتحاد. انا كده هبقى راجل موسمي يا كابتن اسلام، بمعنى ان انا لما المنتخب يتجمع انت تعرف رئيس الاتحاد الانجليزي اسمه ايه؟ لا. تعرف رئيس الاتحاد الالماني اسمه ايه؟ لا. تعرف رئيس الاتحاد لكن نعرف ادق التفاصيل بتاع رابطه الانديه الانجليزيه. برافو عليك، ادق التفاصيل يعني الارقام العود اللي عاملها. الانجليزي هناك اسمه فالقصه بالنسبه لي مش ان احنا، القصه بالنسبه لي ان احنا شايفين حاجه جديده وشكلها كويس في البدايه. اه عندهم بعض الاخطاء واحنا دايما بنحاول نحسن هذا الموضوع طبعاً. لكن في النهايه احنا كلنا في ظهر الرابطه وكلنا في ظهر من اخطاء ننتقدهم، بس لازم ندعم التجربه. لازم ندعم ان احنا بدل 10% نخليهم 30 بالظبط كده. هو ده الملاعب. الاتحاد الافريقي عمل لجنه اسمها لجنه الملاعب، كل نص ساعه بتستبعد ملاعب، استبعدت الملاعب الانديه السودانيه، والانديه السودانيه تلعب في مبارياتها في دوري ابطال افريقيا هنا، استبعدت دول المغرب هتستضيف 14 مباراه في تصفيات كاس العالم. انت متخيل الرقم؟ 9 دول هيلعبوا في المغرب. فانت بمنتهى البساطه لو انت صاحب قرار تعلن انه الاستاد الفلاني والاستاد الفلاني هي دي بس كده انت هتيجي على الانديه. انا مش دي بقى، لان انا في الاخر اللي يهمني ان نادي جماهيري ما يقدرش يدفع الفارق اللي هيصل لمليون. يبقى في دعم بقى، يبقى في دعم. برافو عليك يا كابتن. لو بعد ده اللي عايزين نوصل بعد كده، ان لما البث يتحسن من امر اللجنه، البث يتحسن هتبقى الامور افضل، وبالتالي اللي داخل يشتري الدوري بدل ما يشتريه بجنيه هيشتريه بثلاثه، وبالتالي النادي اللي بيخش له نص جنيه هيخش له 70 قرش 80 قرش فيقدر يشتغل بيهم. هي دي النقطه خصخصه اللي ممكن اهم حاجه. هم عندهم افكار لتسويق الدوري عربيا وافريقيا على فكره. اه يعني عندهم افكار لتسويق بس الدوري عربيا وافريقيا. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. شرفتونا ونورتونا كالعاده الحقيقه. استاذ محمد انا بشكرك، استاذ خالد بشكرك، استاذ عاوز بشكرك، استاذ حكيم بشكرك. يعني الحقيقه شرفتونا ونورتونا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنكمل كلامنا دائما زي ما متعودين مع جمهوركم وجمهور النادي الاهلي من خلال البيت الكبير. اشكركم على التواجد معانا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هكون مع حضراتكم. ما تنسوش ان بكره ميعادنا بيكون الساعه 11 بعد حلقه المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي ملك وكتابه. الساعة 11 تماما هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة. أشكركم وإن شاء الله أشوف حضراتكم على خير.